تقريبا كمان شهرين بصير سنة. اليوم بدنا نعمل workshop about ال data science. راح نبلش بال data science من ال ground تاع ال data science، يعني القصة من وين بلشت. أنا كشخص بده يدخل هذا الفيلد كيف أدخل له، أو هو إيش أساسا هذا الفيلد، إيش معناه، إيش أنا لازم أعمل، وإيش بالضبط بدي أحكي. هلأ أنا رح أعمل شير للسكرين عندي، رح أعرض السلايدات. السلايدات أول إشي رح نحكي فيها overview عن إيش بالضبط الوركشوب رح تكون. تمام، ثواني بس خليني أعمل شيء. تمام، هيك الشير واضح صح؟ واضح مهندسة. تمام. هلا أول إشي هذا كيف شو إحنا بالضبط، إيش المواضيع اللي رح نحكي عنها بهاي الوركشوب. تمام، أول إشي الوركشوب هاي بعنوان Data Science Discover the Path. هلا ليه بالضبط هذا العنوان، أو ليه إحنا اخترنا هذا العنوان؟ هلا إحنا لأنه إحنا as Data Scientist، أو مش as Data Scientist، as Student هلا، أو as ناس بدنا ندخل على هذا الفيلد، we have to know البيسكس، مش كتكنيكال، لا البيسكس تاعيت انه انا شو هذا الفيلد، ليه بدي ادخل هذا الفيلد، ايش لازم اعمل. فعنوان ديسكفر ذا باث انه انا بدي اعمل ديسكفر للباث تاع الداتا ساينس، شو معناه وشو سيفرال ثينجز وي ويل توك اباوت. يعني اول شيء رح نبلش بالانترودكشن. الانترودكشن ايش رح يكون فيها؟ رح يكون فيها overview of the workshop. إيش الoverview اللي إحنا رح نحكي عنها بكل الworkshop تاعتنا؟ أول إشي رح نحكي إنه why data science is important. ليه data science إشي مهم حالياً؟ ليه في هاي كل هاي الهايب حول data science الحالية الموجودة عندي؟ what is data science؟ معلش، طب أنا عرفت أهمية data science، أو ليه إحنا هلا كتير مهتمين بهذا الفيلد؟ إيش هو؟ يعني إيش هذا الفيلد؟ إيش هو data science؟ application of data science، تطبيقات على data science. skills required to become a data scientist، يعني أنا هلأ إنسان بدي أكون data scientist، إيش السكيل اللي أنا لازم تكون عندي أو اللي أنا لازم أكون عارفها. ورح نحكي عن data science بالماركت، سواء الماركت العالمي أو الماركت بالعالم العربي أو الماركت بالجوردن. والجوب رولز، يعني إيش الداتا ساينتست، إيش أنت هلأ لما تيجي بدك تدور على جوب إلك أو شغل إلك، إيش الإشي اللي لازم تدور عليه، أو إيش المسمى الوظيفي اللي أنت لازم تدور عليه. رح نحكي عن فروقات بين معظم جوب رولز موجودة، على الأغلب أغلبنا يعني بنسمع فيها كتير، رح نحكي عن فروقات بينهم. هل الداتا ساينس هو right for me؟ يعني أنا كإنسان بدي أدخل الداتا ساينس، هل أنا الداتا ساينس هو right field for me؟ والفيوتشر تاع الداتا ساينس. وراح نحكي عن الباث از تكنيكال سايد، انه انا كيف بقدر ادخل الداتا ساينس، او ايش التكنيكال سكيلز اللي انا لازم تكون عندي عشان انا ادخل الداتا ساينس. تمام، هلا قبل ما نبلش من الاوفرفيو هاي، هلا اول شيء السلايدات هي جست هيك نوتس فور مي، عشان يعني عشان اتذكر بالضبط ايش راح احكي. فمعظم الحكي راح يكون يعني حكي فريندلي، يعني اكثر ما انه هو شيء مكتوب بالسلايدز او كذا. تمام، فبس بدي من الاوفرفيو اللي حكيناها، حاسين انكم كنتوا حابين تسمعوا شيء ثاني؟ اذا حاسين انكم بدكم تسمعوا شيء ثاني، او جايين انه عندكم اسئله معينه عن شيء ثاني، عادي احكوا لي، ممكن نضيفها باي وقت باي لحظه، مش مشكله. أي إشي بحكيه وعندكم أي سؤال حواليه، أو حابين تسألوا عن إشي معين، أي إشي بحكيته عادي، just open the mic، افتح المايك عادي واسأل سؤالك. يعني ما بدي إنكم تطلعوا من هاي الوركشوب تمام وفي بالكم أسئلة عن الموضوع، يعني خلص أنت أي سؤال بيجي على بالك أو أي إشي حاب تسمعه عادي اسأل عنه، إن شاء الله يعني رح أجاوب أي إشي بعرفه، إن شاء الله رح أجاوبه. بس المهم إنه نطلع من الوركشوب هاي، الوركشوب هاي ما عنا فضول، يعني ما عنا أسئلة أو فضول سيء حول هذا الموضوع، إنه ما بدنا يضل الإشي مبهم بالنسبة لنا إيش هو الداتا ساينس أو أي سؤال أنت في بالك. فأي إشي بنحكي وأنت حاب تسأل عنه، بس افتح المايك واسأل سؤالك وإن شاء الله بنجاوب عليه. تمام، هلأ خلينا نبلش بالوركشوب تاعتنا. أول إشي بدنا نحكي عن إنه ليه الداتا ساينس هو important field. تمام، هلأ أول إشي على الأغلب إنه كلنا بنسمع هذا المصطلح، أو كلنا بنسمع هذا الحكي يعني حوالينا بكل مكان. هلأ إحنا اللي بنعرفه إنه إحنا حرفياً حالياً بعصر البيانات. تمام، البيانات كل مكان حرفياً حوالينا، البيانات. هلأ إيش هو تعريف البيانات، أو إيش هي البيانات؟
يعني البيانات هي حرفيا اي شيء انت بيكون حواليك بتقدر تستنتج منه معلومات او انفورميشن او something. كيف يعني؟ يعني هلا الصور اللي حوالينا بيانات، الفيديو هلا اللي احنا عم نحكي منه بيانات، الصوت تاعي بيانات، بغض النظر عن شكل البيانات، يعني هاي الفيديو والصور والهاي والستركتشر تاعيتهم بصير إشي اسمه بيج داتا وكذا، بس إنه هي بتضل بيانات يعني. أو البيانات اللي هي الإكسل فايل اللي إحنا متعودين عليها، يعني البيانات بتكون على شكل أعمدة، كولوم، الماتريكس، أرقام، أي شكل من أشكال البيانات، حرفياً البيانات بكل مكان حوالينا. ليه صار أنا في عندي داتا ساينس، أو ليه الداتا ساينس صار فيلد كتير مهم أو امبورتنت حوالينا حالياً؟ لأنه زي ما نحكي صار في ريفوليوشن بالداتا، بكمية الداتا اللي أنا صار عندي، يعني صار أنا في عندي كمية داتا مهولة بكل مكان حوالينا. إيش اللي أنا ساعدني أو إيش اللي صار عندي بالضبط أنا عشان أصير عندي كمية الداتا هاي؟ اللي هو أنا حاليا العصر التكنولوجي، الإنترنت، السوشيال ميديا بكل مكان، البيانات عم بيكون إلها ستوريج، عم بيكون في إلها مكان تنحفظ فيه، فأنا صار في عندي بيانات كتير بكل مكان حوالينا. فصار كيف البداية كانت إنه أنا هاي البيانات موجودة من زمان، تمام؟ زيادتها وكثرتها وتغير نوعيتها وكميتها صار إنه طب أنا ليش ما أستفيد من هاي البيانات؟ يعني أنا هاي البيانات اللي عندي إياها أنا ليش ما أستخدمها وأستفيد منها؟ فهون كانت البداية إنه ليه الداتا ساينس هو important field، إنه أنا عندي بيانات بدل ما تضل هاي البيانات بس موجودة سواء للهيستوري إنه أنا بس بدي أحفظها كأرشيف عندي، كأنه بس بدي معلومة كذا أرجع لها وكذا، لا أنا ليه ما أخذ هاي البيانات أعمل عليها بروسيس معين، أعمل عليها ستدي معين، دراسات معينة، وأطلع من هاي البيانات insights، أو أطلع منها information، أو أطلع منها إشي أنا رح يفيدني أكتر من مجرد إنه وجود البيانات عندي هيك. فالداتا ساينس هو important field حاليا بسبب كثرة البيانات اللي أنا عندي إياها، وإنه أنا هاي البيانات الموجودة عندي حاليا أنا بدي أستفيد منها، تمام؟ كيف أنا بستفيد من البيانات؟ هون بودينا على مفهوم شو هو الداتا ساينس أصلاً. يعني الداتا ساينس كيف راح يفيدني إنه أنا أفهم البيانات تاعيتي، أو أنا إيش بقدر أعمل بالداتا ساينس، تمام؟ هلأ الداتا ساينس كمفهوم عام أو كإنسايت عام كذا، هو زي ما نحكي إنه أنا البيانات اللي أنا عندي إياها، تمام؟ I will study this data، بدي أعمل ستدي أدرس البيانات اللي أنا موجودة عندي بغض النظر إيش كان شكل البيانات اللي عندي إياها. يعني ممكن تكون structure data إنه الداتا تكون مرتبة، ممكن تكون unstructured وأنا أعملها structure إنه أرتبها وكذا. طيب هل أنا هاي البيانات اللي عندي بدي أخذ منها insights أو information أو معلومات للبزنس تاعي، سواء بزنس أو different application أنا عندي إياهم. طيب كيف أنا بعمل هذا الإشي؟ أنا بأخذ هاي البيانات، على الأغلب راح أدرسها من ناحية إحصائية، من ناحية ماث، من ناحية probability، تمام؟ أعمل لها تحليل للبيانات اللي أنا عندي إياها، أطلع من هاي البيانات prediction، توقعات، تنبؤات، أطلع منها classification، تصنيفات، أطلع منها different application we will talk about، تمام؟ هلأ الداتا ساينس أو أنت as data scientist بالضبط إيش أنت مهمتك أو إيش أنت بدك تعمل؟ أنت بدك تأخذ هاي البيانات بغض النظر إيش شكلها، تمام؟ هاي نقطة كتير مهمة إنه بغض النظر إيش شكل البيانات، لأنه لما إحنا نصير data scientist ونتعامل مع البيانات الحقيقية حولنا بالعالم بصير الإشي يعني في بيانات كتير وفي أشكال مختلفة للبيانات. فبغض النظر إيش شكل البيانات اللي أنا عندي إياها، أنا as data scientist أنا مسؤولة عنهم كلهم، مسؤولة أعرف أنا كيف بدي أدرس كل نوع من هاي البيانات، كيف أعمل البروسيس المعين تاعها، تمام؟ كيف من هذا البروسيس اعمل بريدكشن، كلاسيفيكيشن، ديفرنت ابلكيشن اوف داتا ساينس رح نحكي عنهم. فباختصار انه الداتا ساينس هو الاستدي يعني انا بدي اعمل اكستراكت، استخرج meaningful insights for my business or for my application. يعني فانا بدي اخذ هاي البيانات واطلع منها إشي مهم. كيف انا بعمل هذا الإشي؟ عن طريق انه انا بعمل ديفرنت بروسيس على هاي في البيانات بعديها. هلا إيش علاقة الداتا ساينس بالAI، أو إيش علاقة الداتا ساينس بالArtificial Intelligence؟ هلأ الداتا ساينس نقدر نحكي إنه هو سب فيلد من الAI، يعني هو جزء من الAI. ليه؟ لأنه أنا باخذ هاي البيانات اللي أنا عندي إياها و I apply different methods أو different algorithm من المشين ليرنينج مثلاً، أو different algorithm من deep learning أو كذا على البيانات اللي أنا عندي إياها، عشان أنا أطلع البريدكشن تاعي، أو عشان أنا أطلع الانفورميشن اللي أنا I need it
او اللي هدفها او الهدف تاعي كان منها ايش، كان اني اعمل كذا. طيب فالداتا ساينس هو سب فيلد من الارتفيشال انتليجنت، هو كيف انا يعني استخدم الاي اي عشان انا اطلع meaningful information from my data. يعني هذا تعرف حلو جميل. هلا ايش الابلكيشن للداتا ساينس، او بالضبط انا ايش انا بقدر اعمل عن جد بالداتا ساينس؟ هلا ابلكيشن بالداتا ساينس، انا الداتا ساينس عندي بتدخل different fields بالماركت. طيب هلا واحدة من اهم الاماكن اللي نوجد فيها داتا ساينس يعني موجود فيها من زمان، اللي هي البنوك او الشركات اللي بتتعامل بالفاينانس، يعني بتتعامل بالموني. ليش؟ هلا كلنا اعتقد فاميليار مع مصطلحات العملات الرقميه او الستوكس او كذا، فبنعرف انه هاي الاشياء هي مثلا بتوقعوا لها او بيعملوا عليها بريدكشن، انه مثلا انا بتوقع انه هاي العمله مثلا ترتفع سعرها مثلا بالوقت كذا. هلا كتير ناس تقدر تعمل كتير amount of money from هذا الاشي، وصار عندنا انا كتير اكيد تسمعوا انه انا الروبوت عم بتوقع لي انه كذا. طيب هاي كلها اساسا هي منبثقة من مهام للداتا ساينس. هلا بالبنوك مثلا نقدر احنا نستخدم الداتا ساينس different field or different things، as انه like انه انا بدي اعمل prediction لاشي معين، تمام؟ او انا مثلا بدي اعرف اذا هذا الانسان الكاستمر هذا بهاي الصفات المعينة اللي عنده، إذا اللهم صل على سيدنا محمد، إذا هو بيقدر إنه مثلا يدفع لي أقساطي مثلا. أنت as data scientist أنت راح تعرف تطلع هاي المعلومات. طبعا هو الموضوع على شكل أكبر أكيد من هيك، بس إنه أنا عم بحاول إنه أقرب لكم الصورة عشان بس تفهموا الداتا ساينس بالماركت إيش بيعمل بالضبط. هلا راح أحكي عن different project أنا عملتهم عشان يكون الإشي شوي واقعي أكتر إلكم. هلا مثلا بالفيلد الطبي، تمام؟ انا لانه كنت بشتغل يعني بشركه صيدله والادويه وهيك، فشوي بعرف اكثر بالماركت الطبي انه شو انا بقدر استخدم الداتا ساينس بالماركت الطبي، تمام؟ هلا الادويه مثلا كيف انا بقدر كنت از داتا ساينتست اعرف استخدمها بالادويه اللي انا عندي اياها. مثلا واحده من البروجكتات اللي انا اشتغلت عليها كان في عندي انه بدي انا اعرف، تمام، الأدوية يعني عندي دواء معين مثلا دواء A، بدي أعرف هذا الدواء قديش من بنباع منه من كل الأردن، وأنا عندي بس مبيعات جزء منه، تمام؟ يعني أنا عندي مبيعات صيدلي، يعني عندي مبيعات عدد معين من الصيدليات، يمكن 300 صيدلية مثلا. طيب وأنا بدي أستخدم هاي المعلومات عشان أطلع أنا مبيعات هذا الدواء بكل الجوردن، بكل الماركت الأردني قديش كانت، تمام؟ وهذا مشروع على فكرة كتير كبير، ومشروع يعني لو تفكروا فيه إنه أنا عن جد كيف أنا بدي أعرف أنا من هاي الجزئية أو السب اللي أنا عندي إياها كل الموضوع كامل بالماركت اللي أنا عندي إياه. طيب هاي مثلا بشركات أدوية. مشروع تاني برضو اشتغلت عليه كان عندي image classification، عندي صور، تمام؟ هاي الصور كان فيها white cells، الكريات، صور لكريات الدم البيضاء، تمام؟ انا بدي من الصور اللي انا عندي اياها بلد موديل. الموديل هو ريبريزنت الجوريثم معينه من الماشين ليرنينج بتطلع لي اوتبوت معين انا بدي اياه. طيب كان انا لازم ابني موديل انه ياخذ هاي الصوره، يحلل هاي الصوره او يدرسها او بغض النظر شو بده يعمل بالموديل جوا، ويطلع لي ايش نوع الوايت سيل هاي، تمام؟ هذا برضه مهمه از داتا ساينتست، يعني حتى الايمج بروسيسنج، عشان هيك ركزت انه شو نوع البيانات بالضبط مش مهم بالضبط، فانه حتى الايمج انا عندي هو نوع بيانات، فانا كان بدي اعرف هاي الصوره صوره شو. واحده طبعا من اشهر البروجكت اللي اول ما الواحد بلش يتعلم داتا ساينس بيعطوه اياها، انه هو يميز مثلا بين انا ابني موديل يميز بين صوره اذا هذا كلب او صوره انه هاي بسم. وطبعا هذا يمكن تشوفوه انه مشروع هيك، بس هو مشروع بسيط يعني بيسكس للداتا ساينس. من مشروعات بسيطه برضه البرايس ستوك، نفس مبدا اللي حكيته انه انا بتوقع سعر الستوكس قديش بصير على بناء على ديفرنت فيتشر، بناء على ديفرنت الجوريثم انا عندي اياه وكذا. هلا من اشهر الاشياء اللي احنا بنلمسها بحياتنا الحاليه هو احنا ايش بنسميه الريكومنديشن سيستمز.
هلا كلنا مثلا نفتح الفيسبوك او بنفتح تويتر او بغض النظر ايش نوع البلاتفورم من السوشيال ميديا اللي بنفتحها، سواء سوشيال ميديا او بلاتفورم عادية مثلا مثل نتفليكس او هيك. مثلا انا بحضر فيديو او بحضر او بحكي عن اعلان معين او ببحث عن اعلان معين، بعدين دايركت كل الادز اللي انا عندي اياها ماشي بتصير من عن النوع هذا اللي انا بحثت عنه. يعني مثلا انا ببحث عن صفحة معينة بتبيع اشي معين، بيصير كل الادز مثلا تعيت الفيسبوك او تعيت اي ابليكيشن بتصير هو عم تبعت لي بيجز او صفحات هي كلها نفس الموضوع او نفس السبجكت اللي انا ببحث عنه. هاي برضو من ابليكيشن للداتا ساينس على فكرة، اللي هم الادز ريكومنديشن سيستم. في عندي الريكومنديشن سيستم العاديين اللي هم مثل اللي بنتفليكس او اللي بطلبات، انه انا مثلا هذا الموفي حضرت هذا الموفي تمام، فهو بيصير يعطيني ريكومنديشن بيست على الموفي اللي انا حضرته وبيست على اليوزر اللي هو انا. فالادس ريكومنديشن سيستم، الريكومنديشن سيستم، الستوك برايس برودكشن، ديفرنت ميديكال فيلدز انا بقدر استخدم الداتا ساينس فيها. هلا شوفوا اي اشي فيه بيانات والاي اي بدخل فيه اعتبروه من الداتا ساينس تمام. هلا الداتا ساينس مش بس مقتصر على انه يعني مش يعني اذا البروجكت كان في ارتفيشال انتليجنت هو خلص داتا ساينس بس، لا ممكن انا تكون في بروجكتات تانية هي بس جست ستدي فور ذا داتا، هاي مهمة حدا تاني بس الماركت بخلط التو جوب ديسكريبشن سوا، فما بدي يو تكون كونفيوزد، رح نحكي عنها اكثر بالجوب تايتلز تمام. بس بشكل عام عشان انا اعرف انا كيف انه هاي مهمة داتا ساينتست او انا الداتا ساينس هاي بايش، اي شيء فيه بيانات تمام بدخل فيه استدي للبيانات او بروسيسنج لهاي البيانات وارتفيشال انتليجنت، وانا من هذا اللي انا عم بدرسه عم بطلع بريدكشن او عم بطلع شيء معين تمام، او عم مبني سيستمز يعني مثلا الريكومنديشن سيستم وهاي قصه ثانيه مختلفه. طيب بكون ضمن محيط الداتا ساينس. هلا من اشهر الابلكيشن اللي الداتا ساينتست اكيد كان لهم جزء كتير كبير فيه هو الشات بوتس تمام، واشهر مثال عليهم هو تشات جي بي تي حاليا. هو تشات جي بي تي مش تشات بوت يعني، بس انه التقريب الصوره يعني. فهو يعني من السيفرال ابلكيشن، طبعا تشات جي بي تي مش انه بناء داتا ساينتست فقط، تشات جي بي تي يعني مشروع ضخم بناء داتا ساينتست، ماشين ليرنينج انجينير، سوفت وير انجينيرز، ديفرنت جوب تايتلز اكيد، بس اكيد الداتا ساينتست كان لهم دخل بالموضوع. التشات بوت مثلا من اهم التطبيقات اللي الداتا ساينتست ممكن يعملها. أو الشات بوت طبعا نشوفهم احنا بكل مكان. هلا لما احنا نفتح مثلا لما نحكي مع بنك او لما نحكي مع كذا دايركت على الواتساب بدخل معنا تشات انه انا هذا التشات خاص بهذا البنك، او اي ابلكيشن او على الويب ابلكيشن بيكون في كتير تشات بوتس، وهي برضه من الابلكيشن اللي الداتا ساينتست بيعملها. هو بشكل عام بالماركت هو اكتر انه انا بستدي الكاستمر تاعي عشان انا اعرف هل هذا الكاستمر رح مثلا يفيدني، رح شو احتمالية انه مثلا يدفع لي اقساطي وكذا. هاي كله طبعا هلا مثلا بالبنوك الكارد اللي احنا بنستخدمها مثلا هو بيكون عنده كل ترانزاكشن صار، يعني انت مثلا عم تستخدم الكارد تاعك هاي طيب، فهو يعني بيعمل ستورج او بحفظ كل ترانزاكشن صار من هاي الكارد، فبصير انت عندك هيستوري للبنك، يعني بصير عندك كتير بيانات للبنك بتخص هذا اليوزر اللي هو انت، بالاضافة طبعا لبيانات كتير تانية تمام. فهو بيصير بيستدي هاي البيانات الداتا اللي عنده عن هذا الكاستمر عشان يطلع منها انفورميشن عن هذا الكاستمر، يصير مثلا يبعث لك الدعايات المعينه هاي، هاي البنوك تخيلوا يبعث لك هاي الدعايات، يعمل لك ريكومنديشن لهذا الاشي، يعرف اذا هو ايبل انه انت يعطيك مثلا هذا القسط، هذا الدين، هذا كذا. زمان مثلا كان لما شخص بده يروح يطلب قرض من البنك كانت البروسس مثلا تاخذ يومين ثلاث، جيب لي الورقه كذا، اعمل لي كذا، جيب لي كذا، في اوراق كتير، في بروسس كتير، وكل هالاشياء كانت تصير مانيولي تمام. هلا ليش الاي اي هايب حاليا، او ليش الاي اي هو إشي يعني الناس كتير متحمسيت له، او إشي عم تحاول الناس كتير تطوله؟ لانه اختصار الوقت اللي بعمله غير طبيعي. يعني يعني انا هلا البروسس مثلا تاع انه انا عم باخذ معي يومين او ثلاثه، ماشي الاي اي بعمل لي اياه باربع دقائق حرفيا. هلا اي قرض من البنك هو عم بيستخدم اوتوميتد سوفت وير اي اي، لما بدك تطلب منه قرض من البنك ده خلص دايركت اربع دقائق خمس دقائق بكون اوريدي في عندك ابروف، في عندك اذا هم موافقين عليك او لا، انه خلص البيانات موجوده والستدي اوريدي حاصل.
فما في داعي انه تصير الاشياء مانيولي. هاي من ابلكيشن سواء للداتا ساينس او للاي اي، وللاي اي لهالدرجه هاي حاليا هاي الفتره. طبعا الاي اي حاليا احنا زي ما بنعرف عم نشهد الثوره الصناعيه الجديده اللي هي متمحوره حول الذكاء الاصطناعي، لانه الابلكيشن يعني حاليا في 2023 مثلا شفنا تشات جي بي تي، شفنا عده ابلكيشن للاي اي، هي حاليا حرفيا راح تغير شكل العالم لاشياء كتير جديده، واشياء يعني شكل العالم كله راح يتغير. ف we have to be aware لهاي الأشياء، لازم نكون إحنا واعيين إنه أوكي أنا هلأ في عندي ثورة جديدة صناعية جديدة، عندي ذكاء اصطناعي راح ياخد جزء كتير كبير من العالم، ولازم إحنا نعرف كيف نتعامل معه وكيف نتقبل وجوده معنا، وكيف إحنا نكون جزء أساساً من صناعة هذا الإشي. وهذا الإشي اللي بيخلي الداتا ساينس عن جد إشي مهم حالياً، أو إشي يعني كتير إحنا لازم نكون عارفين عنه أكتر من هيك. تمام، هلأ بعد كل هذا الحكي إنه أنا إيش السكيلز المطلوبة عندي عشان أنا أعرف أكون داتا ساينتست. تمام، هلأ شايفين هاي الصورة اللي بالسلايد؟ أنا كثير بحب هاي الصورة، عن جد بحبها. ليه؟ لأنه عن جد هي بتعبر عن الداتا ساينس. تمام، هلأ زي ما إحنا قلنا الداتا ساينس هو بالبداية البيسك تاعه ماث. كيف يعني ماث؟ يعني إحنا بنعرف إنه هلأ الكمبيوتر بشكل عام هو ما بشوف زينا أو ما بعرف زينا. الكمبيوتر يعني هون على الأغلب أغلبكم أي تي، فبعرف بالضبط الكمبيوتر كيف بيشتغل وكيف كذا. فهو الكمبيوتر كيف بدرس الداتا؟ بدرسها ماث أكتر، يعني الداتا هي بالمحصلة رح تتحول لأرقام، والأرقام اللي رح يصير فيها عليها عمليات حسابية وكذا وهيك. فالداتا ساينس جزء كبير منها أو البيسك الأساسي منها ماث. تمام، هلأ أنا عشان أكون يعني إيش السكيلز اللي لازم تكون عندي عشان أكون داتا ساينتست؟ بدي أكون منيح بالماث. طيب هلا الداتا ساينس اضافه انه انا عندي ماث، تمام، عندي جزء من الداتا ساينس اكيد راح يكون من ضمن الكمبيوتر ساينس او الاي تي الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام. تمام، جزء منه راح يكون سوفت وير ديفلوبمنت. اوكي، راح نحكي شوي اكثر عن هذا الموضوع، واذا ما يعني اذا اخذنا الوقت ونسيت احكي عن الترابط بين الداتا ساينس والسوفت وير بليز ذكروني لانه نقطه كثير مهمه. الداتا ساينس زي ما حكينا بدخل منه جزء الجوريثم من الماشين ليرنينج. تمام، والإشي المهم اللي عن جد الداتا ساينتست لازم يكون يعرف بيه، وهو الإشي اللي بميز داتا ساينس عن داتا ساينس تاني، يعني داتا ساينتست عن داتا ساينتست تاني، هو الدومين أو البزنس نوليدج. كيف يعني؟ يعني أنا هلأ عم بدور على سكيلز معينة تكون عندي عشان أنا أكون داتا ساينتست. طيب عرفنا أنه أول إشي أنا مثلا لازم أكون منيح بالماث، لازم أكون مثلا شوي منيح بالكودينج بايثون آر، لازم أكون كتير شاطر بالسيرش وأعرف أعمل ريسيرش، مش أنه ريسيرش أبحاث علمية وكذا، لا لا، أنه أكون إنسان إله طولة بال أنه يبحث ويقرأ ويعرف. ليه؟ لأنه يمكن أدركت هذا الإشي وأنا بحكي عن الابليكيشن الابليكيشن تاعت الداتا ساينس، انه قديش الاشي واسع او قديش له ابليكيشن، او اساسا بشكل عام انا داتا ساينتست. طيب انا دارس اي تي مثلا، او بغض النظر ايش الفيلد تاعي اللي انا دارسه، طيب انا بدي عشان اعرف اطلع انفورميشن من الداتا اللي انا عندي اياها، انا اي هاف تو ستدي ذا داتا، انا لازم افهم الداتا. طب الداتا اللي احنا بنتعامل معها داتا مختلفه، فيلدز مختلفه، يعني احنا اكيد ما رح نتعمق زي اصحاب الفيلد، بس لازم على الاقل يكون عندنا انسايتس انا كيف هذا الفيلد تاعنا بيعمل. يعني مثلا زي الابلكيشن اللي حكيت عنه عن الايمج كلاسيفيكيشن للوايت سيلز، طب انا يعني انا كداتا ساينتست يعني على الاقل لازم افهم مثلا هو شو ايش اللي بيميز السيلز عن بعض، عشان احكي للماشين انه تو هايلايت ات، انه مثلا هذا رح يميز لك هذا عن هذا، انت بتقدر تحدد انه مثلا هذا اعطيه ويت اكبر، هذا كذا. فيو هاف تو يعني ستدي ذا داتا اند اندرستاند ذا داتا حتى لو كان اشي بسيط. فلازم يكون عندنا قدره بحث كتير عاليه، هذا اشي كتير مهم. تمام، ولازم انا يكون عندي دومين او بزنس نوليدج، يعني مثلا قصه البنوك او قصه الادويه او قصه كذا، انا البزنس تاعي كيف لازم يكون، انا عقلي لما افكر بالبزنس كيف لازم انا، هل از داتا ساينتست انا عن جد لازم افكر بالبزنس؟ الجواب هو نعم، او لانه انت بالمحصله از داتا ساينتست انت مهمتك انه انت يو هاف تو انك تعطي البزنس فاليو زياده. هلأ هذا الإشي إذا أنت عن جد عندك amount of data أو quality of data أو data بشكل عام وأنت عرفت تستخدمها، trust me إنه data science كتير بفرق بالبزنس كتير، مش شوي. تمام، وفهمك
للبزنس أو يكون عندك بزنس نولج عالي أو كذا، كتير بيأثر على جودة الشغل تاعيتك as data scientist. يعني هلأ أنت كل ما أنت كنت فاهم البزنس أكتر وفاهم النولج تاعه، فاهم الداتا تاعيتك أكتر، فاهم أنت إيش لازم تعمل بالضبط، مطلع أكتر أنت عن جد شو الأوتبوت اللي أنت لازم يطلع معك، طيب that will make you a great data scientist. في value كتير كبيرة راح تكون للشغل تاعك as data scientist، والدات والبروجكت تاعيتك او الاوت كم تاعيتك رح تكون كتير امبرسيف لاي حد عم يشوفها، وحتى انت الك شخصيا. يعني يمكن عشان اوصل الفكره اكثر، انه هو كيف قديش الاشي انه بيكون بس هيك بيانات روز، صفحه اكسل او صفحه اي اشي فيها بيانات بسيطه، معلومات عن الشخص، طوله، رقمه، وزنه، وين ساكن، وين كذا، قديش هاي الداتا او المعلومات اللي عندنا نقدر احنا نطلع منها انفورميشن او نقدر نطلع منها اشياء. هلا هم دائما بيحكوا انه كلنا مثلا لما نجرب ندخل هدول المواقع المجانيه او something اللي زي هيك، انه بنسمع كتير عن سرقه البيانات، او بنسمع كتير عن ناس عم بتبيع الداتا او ناس كذا. ليش هذا الاشي ماخذ هالقد حجم، او ليش هل هو هذا الاشي ماخذ اكبر من حجمه؟ اكيد لا، لانه انت ما تتخيل اصغر كميه بيانات او اصغر بيانات او معلومات قديش ممكن احنا نطلع منها outcome او نطلع منها اشياء ومعلومات. فما تستهينوا بهذا الاشي، وما تستهينوا بالتخصص وبالفيلد، هو فيلد اكتر من تخصص، والسكيلز اللي لازم تكون انا عندي as a scientist. بدي احكي شوي عن التقاطع بين السوفت وير والداتا ساينس هلا، لانه على الاغلب احنا معظمنا جايين من باك جراوند سوفت وير. يعني انا كمبيوتر انجينير، بس بالجامعه مثلا اللي اخذناه هاردوير كان بحت تقريبا، يعني نقدر نحكي 75% هاردوير و25% سوفت وير، واز سي اس اور از سوفت وير انجينير هو كان سوفت وير اكثر. فايش التقاطع بيناتهم هلا؟ في بشكل عام مدرستين بتحكي عن هذا الموضوع، مش بس بالداتا ساينس والسوفت وير، يعني مدرستين بشكل عام بيحكوا عن التشعب. اكيد سمعتوا فيه تشعب، يعني انه انا اخذ اكثر من تخصص واتخصصه، او انا اخذ تخصص واحد واكون متميز فيه. تمام، هلا الشيء اللي بدي احكيه حول هذا الموضوع هو مش بس فقط راي شخصي، يعني هو بناء على يعني مقالات كتير، حكي كتير من ناس كبيره، حكي سمعناه كتير يعني، او بحثنا عنه كتير. هلأ كتير ناس كانت مثلاً طول حياتهم بيشتغلوا بسوفت وير، تمام، بعدين ونس الـ AI صار هايبد وكذا، راحوا انتقلوا للـ AI، تمام، أو للذكاء الاصطناعي وأبدعوا فيه. يعني ناس عملوا كتب ومجلات وكذا، وهيك هم كانوا جايين من دومين سوفت وير انجينيرينج أو سوفت وير ديفلوبمنت. تمام، هلأ الـ subtraction between them. هلأ مثلاً كتير أكثر من حدا مرة سألني بيحكي لي إنه as data scientist هل أنا مثلاً لازم الكودينج سكيلز عندي تكون كتير كتير عالية؟ هل هو فعلياً إذا بدنا نيجي إحنا على الواقع، هو البرمجة بالداتا ساينس مش لازم تكون بعلو طبعاً لما تكون software development يعني. طيب بس هو الأشياء اللي راح تكتشفوه مع الحياة إنه أي إشي أنت بتتعلم هو راح يفيدك، حرفياً أي شيء أنت راح تتعلمه هو راح يفيدك. هلأ لما تكون أنت software development أو software engineer وتكون شاطر عن جد بتخصصك وكذا، كتير بسهل عليك كتير أشياء بدات ساينس. يعني بتصير أنت بتعرف أكتر إنه أنت كيف بدك تعبر عن شعورك، أو كيف بدك تعبر عن إنه أنت كيف بدك توصل للأوتكم تاعك. فعشان أنتوا كتير رح تسمعوا كتير إنه الداتا ساينس هل أنا فعلا محتاج أكون في عندي كودينج سكيل، أو أنا كيف مستوى البرمجة اللي لازم يكون عندي. شوف صدقا ما بدي أكذب عليك، يعني أنت مش بحاجة إنك تكون سفاح برمجة، يعني مش إنه هي مثل ما تكون أنت سوفت وير إنجينير. يعني هو أكتر أنت لازم تكون يعني تفكير أكتر هي والماث وكذا. يعني مثلا الناس اللي ما بيحبوا الماث مش كتير راح يحبوا الداتا ساينس، يعني as a required skill لأنه هو ماث. هلأ هو أنت مثلا في معادلة معينة الموديل بيمشي عليها، هلأ أنت صح مش ضروري كتير تكون عارف بهاي المعادلة، بس أنت لازم تكون aware فيها عشان تعرف بالضبط الموديل كيف اشتغل، أو عشان تعرف أنا كيف هاي الداتا قلبت لهاي الانفورميشن، أو كيف صار التوقع وكذا. هلأ الناس اللي بيكونوا عارفين الماث background من المودلز أو من AI بيكونوا كتير عندهم فكرة أوسع، أو إيش بدهم يعملوا بعد هيك، أو بيعرفوا أكتر إيش بدهم يستخدموا، أو بيعرفوا كذا. ففي
سكيل بتفرق عن سكيل وكذا. هلا كيف انا لازم اكون سفاح كودينج؟ حكى انا لا، از بروجرامينج يعني مش لازم تكون واو سفاح وهيك، بدك برمجه تكون انه تساعدك انه انت تكتب الكود اللي بده يعبر عنك او بده يعبر عن داتا ساينس تاعيتك، تمام؟ بس هو بما انه زي ما حكيت انه كل اشي بنتعلمه بفيدنا، في فقرة لما اجي احكي عن الانترنز بدي احكي لكم شوي عن الانترنز وهيك، راح احكي عن اكتر من تدريب. انا برأيي انهم حتى لو انت مش ناوي تكمل بالسوفت وير وتروح على مجال تاني بالاي تي اندستري، لازم تكون شوي عارف اوير بهاي المفاهيم، يعني لو على اساس كونسبت اساسية ورئيسية وهيك. تمام. في حدا عنده سؤال اشي قبل ما اكمل؟ خلص أكمل. طيب رح نحكي عن الداتا ساينس بالماركت، تمام؟ هلأ زي ما حكينا إحنا الماركت اللي عندنا إياه، اللهم صل على سيدنا محمد، سواء الماركت العالمي تمام أو الماركت الأردني. هلأ الداتا ساينس بالماركت العالمي هو إشي موجود له فترة طويلة يعني سنين، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الهايب تاعيته كانت لها فترة مبلشة بالماركت يعني العالمي والسوق العالمي وهيك، قد ما هي إنه كان لها زمان مبلشة، حاليا يعني هو عم بتجهله التخصيص بالداتا ساينس. كيف يعني؟ يعني زي ما حكينا إحنا داتا ساينس بتشمل أكتر من فيلد أو أكتر من شغلة، فهو صار إنه كل واحد عم بيروح على فيلد معين جوا داتا ساينس أكتر عشان تو ماستر إت يعني. بالأردن حاليا كيف وضع الداتا ساينس بالماركت الأردني؟ هلا وانس لما احنا ستارتد، لما احنا بلشنا نتعلم عن الداتا ساينس، قلت انه بشهر 6 الماضي، تمام؟ كان يمكن كان في تريننج او اثنين، تريننج واحد او اثنين هيك بعتوا داتا ساينس، كبيرهم كانوا 3، تمام؟ من شهر 6 الماضي. طيب هلا وانس لما احنا بلشنا نتعلم داتا ساينس وهيك، انه كان في شويه استهجان من اكثر من اشخاص معينين، يعني بيحكوا انه طب احنا هلا يعني الداتا ساينس بالماركت لسه بده وقت تيصير بالاردن، يعني لسه كانوا يحكوا لي شو بعد 5 سنين مثلا تيجي الداتا ساينس على الماركت وهيك. هلا اللي صار فعليا انه اللي عاشر هذيك الفتره اللي هي شهر 6 الماضي، تخيلوا يعني مش كتير زمان، وهلا هاي الفتره، هلا حرفيا انت وين ما تلف وجهك راح تلاقي تريننج للداتا ساينس كل مكان، اي مكان بيعطي تريننج، طيب الا ما يكون في سب تريننج او جزء من التريننج هو مختص بالداتا ساينس. الصوت راح. هيك رجع صح؟ هيك تمام. فكنت بحكي انه يعني اللي كان موجود بهذيك الفترة واللي موجود هلأ بهاي الفترة، لاحظ مثلا على الأقل على مستوى التدريبات قديش صار في فرق بعددهم، تمام؟ ليش؟ انهم هلأ هم الشركات او الناس اللي مسؤولة عن التدريب المجتمعي وكذا، واعي قديش انه هلأ الماركت سواء هلأ حاليا او مثلا السنة الجاي، السنة الحالية او السنة اللي بعدها او السنة اللي بعدها، قديش الماركت رح يكون بحاجة وجود الداتا ساينتست عندنا. هلأ بتذكر احنا انا اخذت تدريب مع اتحاد في الامارات انترنشيب بشهر 6 الماضي، بلشنا معهم كنا احنا 45 حدا بلشنا التريننج، تمام؟ اخر التريننج صفينا اخر اشي 14 حدا، مش لانه التحالف طلعوا حدا، يعني ما طلعوا حدا، بس انه خلص الناس ما يعني ما كانت تقدر تكمل التزام او كذا بغض النظر شو الاسباب، تمام؟ فكنا اخر اشي طلعنا من التريننج 14 حدا سيرتيفيكيتد من تحالف الامارات انه داتا ساينتست. الباتش الحالية اللي بتحالف عن الداتا ساينتست فيها 100 شخص، تمام؟ تخيل فرق العدد من 45 من الباتش الماضي للباتش الحالية، فيها حرفيا 100 شخص. طيب بدهم هم يتعلموا عن داتا ساينس او بدهم يعرفوا. هلا
أنا صراحة كل مثلا 14 شخص اللي كملوا معي التريننج هذاك كانوا هم عن جد ناس كتير سفاحين. ليش؟ لأنه بهذاك الوقت لما إحنا بلشنا to study about data science كانت إنه إحنا عن جد لأنه إحنا حابين هذا الفيلد أكتر ما إنه إحنا شايفين إنه نيد، يعني أكتر ما هو حاجة. هلأ هو هذا الفيلد حاليا الـ AI هو نيد أكيد حاجة، مش هذا مش كلامي طبعا، هذا كلام ناس كتير أكيد تشوفوه بتسمعوه بكل مكان، إنه حاليا الـ AI هو نيد أكتر ما إنه هو رغبة من الأشخاص معينين يعني. وكتير ناس عم تعمل شيفت كارير للـ AI لمجرد إنهم خايفين إنهم تلوز their jobs بوجود الـ AI. طبعا هذا موضوع تاني إذا بتحبوا نحكي فيه بنحكي فيه، بس فالناس اللي أنا الداتا ساينس اللي عرفتهم عن جد كان ناس كتير سفاحين، لأنه أغلبنا معظمنا دخلنا عن حب يعني الفيلد. هلأ كل ما الإنسان حب أي فيلد بالدنيا، مش بس داتا ساينس والـ AI، أي فيلد بالدنيا، كل ما الإنسان حب الفيلد تاعه أكتر، تمام، كل ما هو كان مبدع فيه أكتر. هذا إشي خلص يعني صار أعتقد مسلم للجميع يعني. فخصوصا الداتا ساينس بالذات أو الاي اي بالذات، ليه أنا لازم أكون بحب هذا الإشي؟ لأنه لما رح نيجي نحكي عن السوفت سكيلز بالداتا ساينس، أنا لازم أز داتا ساينتست تكون عندي فضول كبير، كتير لازم أكون شخص كيوريوس يعني عندي فضول. ليش؟ لأنه أنا عندي هاي البيانات، طيب بدي أسأل عن هاي البيانات عشان أنا أعرف أطلع منها information. هلأ الأشخاص الفضوليين بشكل عام بيسألوا أسئلة كتير، فالناس أو الحد اللي بيسأل أسئلة كتير، تمام، هو غالبا رح يعرف يطلع information مناح من الداتا اللي هو عنده. فشو وضع بالضبط الداتا ساينس بالماركت اللي عندي إياه؟ هلأ هو أكيد أكيد growing، تمام، كده هو عم بيكبر يعني. اكيد مع الوقت انا راح يصير عندي بوزيشنز للداتا ساينس كتير. انا بس راح احكي شيء واحد عن هذا الموضوع، انه فرق عدد البوزيشنز المفتوحين للداتا ساينتست من لما احنا بلشنا بالداتا ساينس اللي هو شهر 6 الماضي، تخيلوا، لهلا اللي هو هلا احنا بشهر 4، يعني فرق كم شهر. اوكي، فرق كبير، فرق عدد كتير كبير. طيب وهذا اذا بدل على شيء، بدل على انه مع كل ما واحد مشي بالوقت أكتر، كل ما أنا راح يصير في عندي بوزيشن مفتوحات أكتر. فهو يعني رؤيتي أنا الشخصية للموضوع، رؤية أكتر من حد فهمان بالفيلد وكذا وبعرف، الداتا ساينس بالأردن راح يجي كفي يعني، هو موجود هلأ حاليا، صح مش بالكثرة تاعت السوفت وير، أكيد مش بالكثرة تاعت السوفت وير يعني. هلأ مثلا ممكن على كل 5 بوزيشن سوفت وير انجينير يفتحوا يكون في بوزيشن واحد داتا ساينتست أو أي ريليتد فيلد للداتا ساينس، بس هو هذا الإشي راح يعني راح يكبر. فهو عشان هيك أنا ما كنت شايف في غلط بموضوع إنه الإنسان يتعلم سوفت وير انجينيرينج، بحيث إنه يعني وين ما بدك يعني تدور على شغلك انك تلاقي. هلا الجوب رولز بالداتا ساينس، هلا رح نسمع، ركزوا معي شوي اشرح لكم هالقصه. رح انتم هلا مثلا بتدوروا على شغل، اوكي، تخرجتوا كذا، تدربتوا هيك، بتدوروا على شغل معين او عم تشوفوا اكثر من تريننج كورس او كذا، وبدكم انه تعرفوا اكثر عن هذا الموضوع. هلا في كوماندز أو يعني job titles أنتوا رح تسمعوها كتير، أوكي؟ الـ data scientist، الـ data engineer، الـ data analyst، تمام؟ هدول 3 different positions، 3 تخصصات مختلفة وثلاث positions مختلفة، بس في كتير شركات طبعاً تخلط ما بين هدول الثلاث مفاهيم. يعني عادي أنت ممكن أنك أنت تكون رايحة شركة معينة as data scientist، تلاقي حالك عم تشتغل شغل الـ data engineering، تمام؟ هذا إشي بيصير وكثرة، مش بس بالأردن، بالعالم كله يعني. الخلط بين هدول الثلاث مفاهيم بالشركات موجود، مش إنه معدوم، مش دائماً أكيد مش دائماً، بس إنه موجود يعني، عشان ما تستغربوا مثلاً بالمستقبل يكون معكم. هلا أكتر بوزيشن من هدول الثلاث بتشوفوه أعتقد على لينكدين أو على أي لما تدوروا على شغل أو هيك، راح يكون الداتا أنالست، تمام؟ الداتا أنالست هو إنه بوزيشن آدم كان موجود من قبل، ما بدخل فيه الأي أي. أنت أز داتا أنالست أنت مش مطلوب منك تكون تعرف ألغوريثم ماشين ليرنينج، مش مطلوب منك تكون تعرف الأشياء اللي بتخص الأي أي بالداتا. هلا وانس أنت كنت داتا أنالست وبتعرف بالأنالست بالأناليسز وهيك، ودخلت عليها الأي أي أو الألغوريثم تاعت الماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، إن إل بي، كمبيوتر فيجن، هون انت بصير اسمك داتا ساينتست. وهذا هو الفرق الاساسي والرئيسي ما بين الداتا اناليست والداتا ساينتست، عشان انتم صراحه لازم تكونوا كثير اوير بهاي المفاهيم، لانه انتم رح اكيد لما تبلشوا تدوروا على شغل رح تشوفوهم كثير. فهلا انا از داتا اناليست، انا حكينا احنا عندنا بيانات، انا هاي البيانات بدي ادرسها وبدي اعرفها اكثر، تمام. هلا وانس احنا بندرس البيانات، في ستيج من الستيجز بكون داتا اناليست، بكون عم تشتغل شغل داتا اناليست او عم تعمل داتا اناليسز
للداتا اللي انت عندك اياها عشان انت تعرف بالضبط ايش بدك تعمل فيه، تمام؟ فانت از داتا ساينتست انت مطلوب انك تكون داتا اناليست، يعني انت تلقائيا الجوب تاعك راح يجبرك انك تكون داتا اناليست. داتا اناليست ايش بالضبط بيعمل؟ هو حرفيا محلل للبيانات، يعني باخذ البيانات بجاوب عن اسئله فيها، بطلع انسايتس منها، بطلع كذا. ايش بفرق عن داتا ساينتست؟ الداتا اناليست مش مطلوب منه انه يكون يعرف ماشين الجوريثم، ماشين ليرنينج الجوريثم او اشياء بتخص الاي اي، لانه هو مش مطالب انه يعمل بريدكشن. يعني انا هسه از داتا ساينتست انا مطالب انه انا اطلع توقعات، تمام؟ طالب اني اطوق اعمل اعرف هذا ايش راح يصير بالمستقبل، او اعرف انه اتوقع مستقبلا هذا ايش راح يكون هذا الاشي. انت از داتا اناليست انت مش مطلوب منك تعرف المستقبل، انت فقط عندك بالحاضر، تمام؟ هلا جوب تاني او رول تانية موجودة عندنا هي الداتا انجينيرينج. طيب الداتا انجينيرينج هي اكتر انه انا كيف برتب البيانات او انا كيف بحفظ البيانات، اللي هو مثلا اكيد جربتوا تشتغلوا SQL او اي لغه داتا بيس. طيب هو هاي اقرب شيء لمهمه الداتا انجينير. طبعا الداتا انجينيرنج بالشركات او بالماركت او كذا هو الشيء كتير اكبر من مجرد الاشياء اللي اخذناها بالجامعه، تمام؟ لانه انت عم تتعامل مع كميه داتا غير طبيعيه، فانت مضطر انك تعرف تكنولوجي اكثر، مضطر تعرف مفاهيم اكثر وهيك. فالداتا انجينيرنج هو اكثر زي ما نحكي هو الشخص اللي بيرتب البيانات بالستورج تاعيتها. فوجود كميه البيانات الضخمه الموجوده باي مكان باي شركه بالدنيا متطلب انه يكون في عندك داتا انجينيرنج. هل انت از داتا ساينتست انت لازم تكون تعرف اس كيو ال صراحه من تجربتي الشخصيه، يعني وهذا في عليها اجماع، يعني انه انت از داتا ساينتست لازم تكون على الاقل لو معرفه يعني بسيطه، يعني الموضوع انك تعرف تتعامل مع تيبلز، تعرف تتعامل مع داتا، انك تجيب الداتا اللي انت عندك اياها، من بالمحصله داتا عندك مخزنه وانت بدك تعملها اكستراكت، بدك تجيبها لعندك عشان تعرف تشتغل عليها. فهلا انت از داتا ساينتست بمعنى الحرفي لازم تكون تعرف داتا اناليسيس، لازم تكون تعرفها كتير، تمام؟ والداتا انجينيرينج حتى لو مش قد الداتا انجينير اكيد بس لازم تكون عارفها. بس في اشي انه في كتير شركات طيب بيعطوا مهمة الداتا انجينيرينج لداتا ساينتست، يعني ممكن انت تكون داخل بوزيشن داتا ساينتست، تمام؟ بس انت عم تلاقي حالك داتا انجينير بالفعليين. يعني هذا يمكن لو بجروبات انتو هيك فيسبوك او كذا بتشوفوا ميمز كتير عن هذا الموضوع، انه انت بتكون داخل از داتا ساينتست بعدين فجأة بتقلب شغلك داتا انجينيرينج، وهذا الشيء بصير كتير يعني كل العالم يعني. فالداتا انجينيرينج هو اكتر اس كيو ال، كيف انا برتب البيانات، الداتا بيسز، الاي تي الز، ومن هاي المصطلحات. هلا في كمان مصطلحات رح تسمع عنها اللي هم مثلا ماشين ليرنينج انجينير، بزنس اناليست او بزنس انتليجنت. هاي برضه جوبز ممكن انت از داتا ساينتست تقدم عليها. هلا ليه انت از داتا ساينتست بتقدر تقدم عليها؟ لانه تلقائيا بالباث تاعك وانت عم تتعلم الداتا ساينس، تمام، انت بتكون اخذت السكيلز اللازمين انك تعمل هدلاك الشغل، مع انه انت مهمتك كداتا ساينتست اوسع من هذيك المهمه وتشمل اجزاء منهم. ممكن هو عن جد مثلا بزنس اناليست الحقيقي يكون بعرف اشياء اكثر منك من ناحيه البزنس، تمام، بس انت از داتا ساينتست بشور كنت متاكد انك عندك السكيلز اللازم انك تكون هدول الجوبس هدول. فهم هدول الجوبس انتوا لما تشوفوهم، يعني هلا مثلا انتوا بعدكم مثلا طلاب او ستودنت او دخلتوا على هذا الفيلد تاعكم، كيف تعرفوا بالضبط ايش السكيلز اللي انتم لازم تعرفوها؟ واحده من احلى الاشياء اللي يعني جد مفيده مثلا انه لما يكون في نازل جوب اعلان شغل او كذا تدخل تشوف الديسكريبشن تاعه وايش السكيلز الريكويرد لكل شغل. طيب ففي سكيلز بتكون خلص متكرره يعني موجوده بكثير بوزيشنز بكثير اشياء، فبصير انه انت لازم تكون عارفها تعرفها يعني، تمام؟ فانتوا هلا لما بتطلعوا على الجوب ديسكريبشن او كذا شوفوا السكيلز المطلوبين، اقراوا الديسكريبشن تاعون الجوبس وهيك، شوفوا انتوا مثلا بعد ما تقراوا الديسكريبشن شو يعني انتوا حابين هذا الاشي، حاسين انكم بتعرفوا هاي الاشياء، ايش ناقصني انا عشان اكون بعرف اكثر من هيك. فلما تعملوا هاي العمليات وتعرفوا تبحثوا عن هذا الموضوع بصير الموضوع بالنسبة لكم أوسع. بس هو الجوب رولز بالماركت موجود كتير، يعني هاي الجوبس رول هدول موجودين كتير، تمام؟ بس هي فكرة إنه الشغل يكون محصور بالداتا ساينس هو الإشي اللي مش كتير موجود. عم بينوجد أكتر وأكتر، عم بيكبر أكيد، تمام؟ فهو أنت as data scientist
تقريبا حرفيا اي شيء في كلمه ذات انت راح تقدر تقدم له، تمام؟ فمش غلط، هو مش مهمتك، يعني انت مثلا از داتا ساينتست مش مهمتك تكون داتا انجينير اكيد طبعا، بس في حال انه انت مثلا لقيت حالك بمكان ما اخذك از ساينتست بس عم تعمل جزء من شغلك عم تكون داتا انجينيرنج، هو مش غلط انك انت تكون تعرف بالداتا انجينيرنج، فهي سكيلز يعني عادي لازم تكون موجوده فيهم. انا بس حبيت اوضح الفرق بين هدول الثري ثينجز، يعني المين ديفرنس بين ذم الداتا ساينتست والداتا اناليست. الداتا اناليست هو داتا ساينتست، داتا ساينتست الداتا اناليست زائد الاي اي بيكون عندنا داتا ساينتست. الداتا اناليست مش مطلوب منه انه يكون بعرف بالاي اي لانه هو مش مطلوب منه اشياء المستقبل، كل شغله على الحاضر. الداتا انجينير هو الشخص المسؤول عن ترتيب البيانات، نقلها اي بي ايز اس كيو ال، بغض النظر عن شو الداتا بيس اللي انا موجوده عندي. از داتا ساينتست على الاقل بيسكس الاساسيه تاعت الداتا انجينير على الاقل لازم تكون موجوده عندك. مصطلحات زي البزنس اناليست، بزنس انتليجنت، لازم انت از داتا ساينتست تكون اوير فيها، تكون تعرف شوي بالبزنس دومين نولج، عشان حتى لو انت بدك تقدم على هدلاك الجوب ديسكريبشن او الجوب بوزيشنز تكون ايبل انك تقدم عليهم. والماشين ليرنينج انجينير، هلا انت از داتا ساينتست انت رح تقدر تقدم على بوزيشنز الماشين ليرنينج انجينير، بس الماشين ليرنينج انجينير بيكون بيعرف اكثر منك بالماشين ليرنينج الجوريثمز والتايبس تاعت الماشين ليرنينج، فانت وانس انه انت يو وركت اكثر على يور ماشين ليرنينج انجينير سكيل، ماشين ليرنينج الجوريثم سكيلز او ماشين ليرنينج بغض النظر شو هو بالضبط انت بدك تعمل، يعني تكبر او توسع الماشين ليرنينج عندك از داتا ساينتست، رح تقدر انك تقدم على بوزيشنز تاعون ماشين ليرنينج انجينير. هاي بالنسبه للداتا ساينس بالماركت، كيف هو ايش الفروقات؟ يعني الداتا ساينس هو حاليا موجود بالماركت بغض النظر كيف طبيعته بالضبط او شو بالضبط هو عم بيشمل تخصصات تانية، تمام؟ بس هو ايش رح يصير موجود اكتر اكيد، سواء انه او هيك. ورح انا حكيت قبل انه مثلا برا عم بيتجه اكتر للتخصيص، كيف يعني؟ هلا انت از داتا ساينتست، تمام؟ لازم مثلا تكون تعرف بالماشين ليرنينج الجوريثم معين. هلا في مصطلحات اكيد انت فاميليار معها اللي هم مثلا ال NLP الكمبيوتر فيجن. هلا انت از داتا ساينتست لازم على الاقل البيسكس تكون عندك، بيسكس هاي الاشياء تكون عندك، يعني خصوصا ال NLP مثلا هو اكثر فيلد مطلوب بالاردن، يعني لو كنت انت داتا ساينتست تعرف كثير منيح بال NLP صراحه ممكن تلاقي شغل بالداتا ساينس عندنا بالاردن، لانه ال NLP اكثر شيء موجود حاليا بالاردن. يعني ال NLP هو زي ما تحكوا ناتشرال، هو بالضبط اختصار لناتشرال لانجويج بروسيسنج. هلا مثلا تشات جي بي تي، طيب هو كله مثلا الموديل قائم على ال NLP، او زي ما تحكي ابلكيشن ابلكيشنز ال NLP ناتشرال لانجويج بروسيسنج. انه السمارت تشات بوتس اللي هم مثل الفيرتشوال اسيستنت او كذا، هم تطبيقات لل NLP برضه، انه اي شيء كيف انا، يعني هو مش بالحرف هيك بس لتقريب الصوره، كيف انا اخلي الماشين او البي سي او بغض النظر شو هو السوفت وير انه يحكي مثل لغه الانسان الطبيعيه، يعني حرفيا مثل كيف تشات جي بي تي عم بيحكي حاليا. هلا از داتا ساينتست انت لازم تكون في عندك معرفه بال NLP، تمام؟ انت مش مطلوب منك انك تكون سفاح اكيد، بس انت كل ما عليت مستواك اكثر كل ما كنت داتا ساينتست احسن. هلا وانس انت مثلا جيند كل ال NLP كونسبت او ال NLP شغل ال NLP، ممكن في بوزيشنز ثانيين بيكونوا مسميات انه NLP انجينير بس، يعني بس يكون محصور بال NLP، تمام؟ بس انت از داتا ساينتست لازم تكون تعرف كثير منيح بال NLP. مثلا كمبيوتر فيجن مثلا، انا هذيك مره قابلت مقابله بوزيشن داتا ساينتست، تمام؟ المقابله كانت حرفيا كمبيوتر فيجن انجينير، مقابله كمبيوتر فيجن انجينير مع انه مسمى الوظيفه تاعي المقابله داتا ساينتست، بس انت از داتا ساينتست خلص انت انت اخترت انك تكون بالشيء العام، تمام؟ يعني هو داتا ساينتست انت حرفيا بدك تكون تعرف كل شيء عن كل شيء، طيب؟ ف يعني حتى الكمبيوتر فيجن بدك تكون عارف عنه. طيب البوزيشنز اللي بيكون لهم دخل بالديب ليرنينج، تمام؟ يعني في بوزيشنز يكون ديب ليرنينج انجينير كمان يكون منفصل، فهو العالم غالبا يعني عم بيتجه لتخصيص الاشياء. طيب يعني هاي شيء بعيد يعني شوي، بس انه تكون اوير فيه يعني. بس انت از داتا ساينتست لازم تكون تعرف كل شيء، يعني كل مصطلح انا حكيته هلا از داتا ساينتست لازم تكون يعني از جونيور داتا ساينتست على الاقل تكون تعرف تتعامل معه. هلا كسينيور او داتا ساينتست كبير اكيد الموضوع مختلف، بس انت لازم تكون كثير فاميليار مع هاي المصطلحات، وهاي راح احكي عنها اكثر بالباث ان شاء الله. تمام.
أي سؤال لحد هلأ؟ هل الـ Data Science هو right for me؟ هلأ غالباً بعد يعني كل إشي حكيناه يعني إنه 50 دقيقة بنحكي، يعني غالباً صار في تصور شوي إنه هل الـ Data Science، يعني كل حدا فيكم، هل الـ Data Science هي right position for me أو right field for me؟ هلأ أي حدا يعني كتير فضولي أو بحس إنه يعني بحب يسأل أسئلة كتير، طيب هاي يعني أنا دايما بضل أحكي لهم إنه هاي الصفة كتير مميزة لأي داتا ساينتست، وكتير بتميز داتا ساينتست عن داتا ساينتست تانيين. الفضول مهم، إنه أنا عندي بدي عن جد أعرف عن هاي الداتا أكتر، فالفضول كتير مهم. تمام، الكودينج مهم، مش أهميته as a software engineer أكيد، بس برضو مهم إنك تكون تعرف كودينج، يكون عندك أفكار، تعرف تفكر منيح، بتعرف تشرح أشياء للناس، لأنه رح كتير تتعامل مع تيم وورك، ورح تكونوا بحاجة إنكم to share your idea together، إنكم تحكوا مع بعض، تعرفوا أكتر عن كيف كل واحد فيكم عم بفكر، لأنه ممكن مثلا أنا أقترح إشي ما يكون خاطر على بال حدا تاني من التيم، فالحدا التاني من التيم الاقتراحي يشجعه إنه يفكر بفكرة تانية، فيعني دمج الأفكار مع بعض، أو كل واحد فيكم إنه يحكي عن فكرة معينة. to share thoughts with people، طيب كتير help بأي project للداتا ساينس، لأنه you need question and you need answers. إذا بتحب الماث، يعني هلأ الماثماتيكال بيبول إلهم يعني زي ما نحكي أفضلية يمكن شوي عن باقي الناس بالاي اي، لأنهم هم اوريدي خلص عارفين الماث الموجود، هم بفضل ياخذوا هذا الماث ويربطوه مع الاي اي اللي أنا عندي إياه. يعني هلأ الناس اللي دارسين رياضيات بيقدروا يكملوا ماستر داتا ساينس مثلا بكل جامعات العالم، وأي بوزيشن داتا ساينس مثلا بيكون إنه لما job description تاعه بيكون انه مثلا شهادة البكالوريوس المطلوبة تكون مثلا يا تخصصات IT مثلا، او مثلا بيكونوا حاطين الماث معهم، لانه الماث كتير مهم بعد الفيلد. بدك تعرف هل انت مثلا حاب تشتغل بالـ AI، حاب تعرف اكتر عن machine learning tools، حاب تعرف اكتر عن الـ data analyst وهيك، فهيك بتكون الـ data science is good for you. وبرضه انك انت بتعرف تشوف البيج بيكتشر تاعيتك، او بتعرف تربط الامور بين بعض، لانه انت عن جد بحاجه انك انت تفكر بكتير اشياء وين انت عم تشتغل على بروجكت داتا او داتا ساينس. That's it for now. هلا الفيوتشر تاع الداتا ساينس، زي ما حكيت عنه قبل، هاي الكوت اللي انا ماخذها بالسلايد هاي، كنت انا عم بحضر، عم بدور على انه يعني الفيوتشر تاع الداتا ساينس بالضبط ايش، فبدي رأي ناس كبار يعني بالموضوع أكتر. فهو زي ما نحكي إنه at least الـ5 سنين جايين داتا ساينس رح يكون موجود عندنا، لأنه في كتير ناس عم تسأل إنه هل الداتا ساينس فقد الهايب بتاعته، لأنه هو داتا ساينس صح بالأردن حاليا عم بيكون growing، وهلأ الماركت بلش يكتشفه، بس هو برا موجود من قبل، فكان في كتير ناس عم تسأل إنه هل الداتا ساينس is dead يعني هناك، فهو أكيد لا. بس زي ما حكيت هو أكتر عم بتجه غالبا للتخصيص، إنه يعني يصير في معرفة كتير كبيرة بكل فيلد من الفيلدات بتاعت اللي بتشمل الداتا ساينس، فغالبا الفيوتشر بتاع الداتا ساينس هو مستقبل مشرق على الأغلب. هلأ حاليا أكيد بتفكروا أنتم موضوع إنه هل تشات جي بي تي رح ياخد الجوبز تاعونا، أو هل رح ياخد الشغل تاعنا، أو في ناس يعني مثلا خايفة من الـ AI، أو خايفة من حاليا عم بصير بالماركت أو بالـ AI العالمي بشكل عام. هلأ شوفوا، أنا بس بدي أحكي نقطة عن هذا الموضوع، إنه الـ AI حاصل، وجود الذكاء الاصطناعي حوالينا هو إشي حتمي رح يحصل هيك كل الأحوال، مش عشان إشي يعني مثلا حتى لو تشات جي بي تي توقف هلأ مثلا، لأي سنة يعني لمتى رح يضلهم واقفين إنه الإنسان يضل يبحث عن طرق جديدة للتطور بالنسبة له؟ يعني الإنسان من لما وجد، من زمان كتير، من لما بلشت وجود الإنسان، يعني دايما هو ببحث عن كيف يتطور، أو كيف يعمل إشي أو كذا، لأنه خلص هاي طبيعة بشرية، يعني الفضول حول الحياة أو كذا هو طبيعة بشرية لدى الإنسان. فمثلا حتى لو مثلا تشات جي بي تي توقف هلأ، أو الـ AI توقفت هلأ، طب هي رح يرجع، في ناس رح يرجعوا يبنوها ويرجعوا يعملوها، فإحنا فعليا لازم نعمله، إنه إحنا يعني الخوفنا من الـ AI، حتى لو إحنا نخاف من الذكاء الاصطناعي، هو ما إله معنى الصراحة صدقا، يعني لأنه هو شيء حاصل. فيعني إحنا زي ما نحكي، لو إحنا نتعلم إنه إحنا كيف نستخدم الـ AI لصالحنا،
أكثر ما إنه إحنا نكون خايفين منه، كتير الإشي راح يفيدنا. يعني هلأ في الكوت المشهورة حاليا إنه الـ AI will not replace your job، ما راح ياخذ شغلك، but people who can use AI will، they will، لأنهم هم عم بيستخدموا الـ AI، عم بصير كواليتي أعلى، عم بيكونوا أسرع، عم بيكونوا أسلس مثلا بالموضوع، فهو عم بيعطيني أنا outcome، مثل ما مثلا إذا أنا صاحب شركة، واحد عم بيعطيني الـ outcome بسرعة المطلوبة، أسرع من حدا تاني، اللهم صل على سيدنا محمد، جودة أعلى وكذا وهيك. طب أنا شو فارق معي، شو يعني تفرق معي إذا هو استخدم AI أو لا يعني؟ طيب بس أنا خلص لازم أتأقلم مع فكرة وجود الـ AI معنا بحياتنا. طيب هاي نصيحة، يعني نصيحة جد، إنه إحنا لازم نتأقلم مع فكرة وجود الـ AI معنا بالحياة، لأنه خلص هو شيء يعني فاكت صارت معنا، موجود عندنا حاليا. بالعكس هو إشي حاليا يعني مبهر الصراحة، يعني شو العصر هذا اللي عم نحكي مع المشين مثل كأنه عم نحكي مع بني آدم. يعني تشات جي بي تي على فكرة إشي كتير باورفول، وإشي راح يغير شكل العالم بشكل كل، لأنه ليس مقتصر فقط على تشات جي بي تي. هلا تشات جي بي تي هو تشات للموديل اللي اسمه جي بي تي 4، تمام، اللي حاليا هو أحدث نسخة. هو مش مقتصر فقط على تشات جي بي تي. هلا جي بي تي 4 اللي هو الموديل راح يعني يصير انتجريتد مع أكثر من أبلكيشن، تمام. يعني شفتوا اكيد بينج واي ابلكيشن تاني، وكتير ناس عم تاخذ هذا الموديل الاي بي اي تاعيته، يعني عم تستخدم هذا الموديل بابلكيشن الها، ابلكيشن كذا، عشان يعني يمشي الموضوع اكثر من هيك. فهو نت مش راح يكون فقط مختصر على تشات جي بي تي، وراح يطلع كتير ابلكيشن اي اي تاني، واساسا في كتير ابلكيشن اي اي حاليا مبهره. يعني مثلا حتى على مستوى البرزنتيشن، اكيد شفتوا فيديوهات لما يعطوا هو عم بيعطي 3 كلمات مثلا للسوفت وير هذا، وهذا السوفت وير عم بيعمل له توتال برزنتيشن، برزنتيشن كامله. وانتم جربوها بايدكم، يعني في كتير مواقع اي اي برزنتيشن. شوف انتم بس حرفيا بس تحكي له شو السبجكت اللي بده اياه منك، وهو بيعمل لك برزنتيشن كامل. وهيك الابلكيشن اللي انشهرت مثل الابلكيشنز اللي بتاخذ الصور وبتعدل عليهم وبتعطيني صور تانية لما اكبر وكذا. بس في حدا فاتح المايك. خالد ممكن تطفي المايك تبعك أو ممكن أنت تعمل له ميوت. يس. عشان نعمل شيء. الابليكيشن مثلا اللي بنعطيها صورنا، هي يا بتحول صورنا لارت، ديجيتال ارت، او بتحولهم انه كيف احنا بكون شكلنا لما نكبر، او بتعطينا كيف شكل اولادنا. يعني خلص الاي اي معنا، موجود بالحياه كلنا، موجود معنا. فهي فكره انه اكثر ما انه احنا نخاف منه، هو شيء حاصل حاصل، احنا خلص نعرف كيف نتعايش معه، كيف نستخدم مصالحنا. هلا وجود، يعني في كنت قاعده ذيك مره مع سينيور داتا ساينتست، كان بيحكي انه هل يعني كمان فتره كتير قريبة علينا، إنه رح يكون مثلا من ال job requirement إنه أنا أكون بعرف أستخدم تشات جي بي تي. هلأ أول ما طلع تشات جي بي تي كان في ناس بتحكي إنه، كانت بتمزح بيحكوا إنه هلأ بيطلع لنا ناس بيعملوا لنا كورسات كيف نستخدم تشات جي بي تي. طيب هلأ أنتوا لو تروح تفتحوا تدوروا على كورسات كيف تستخدم تشات جي بي تي رح تلاقوا. طيب بس هاي مش من باب السخرية، هو عن جد استخدام تشات جي بي تي من شخص لشخص بفرق. ليه؟ لأنه في عندي إيه مصطلح جديد اتعرفوا عليه اسمه البرومت انجينيرينج. طيب تعرف شو هذا المصطلح؟ هذا المصطلح أنا كيف أحكي مع تشات جي بي تي بالمعنى الحرفي، هو مش إشي سخيف. لأنه تشات جي بي تي هو باخد، يعني تقريبا لما تحكي كل إشي إحنا بنحكيه باخده حرفي، تمام؟ فكيف نتعلم إحنا كيف نحكي مع تشات جي بي تي، كتير إشي راح يفرق معنا. طيب فبنصحكم صراحة هيك لما تكون فاضيين أو هيك، تشوفوا من هدول الكورسات اللي، أو على الأقل فيديو يوتيوب، إنه كيف أنا أحكي مع تشات جي بي تي أو البرومت إنجينيرينج تاعي. طيب لأنه مثلا لو أنا بسؤالي، مثلا أنا بدي أسأل سؤال، وحد منكم بده يسأل سؤال، طيب واحد منا غير كلمة بالسؤال، كلمة بسيطة ممكن إحنا نكون شايفينها ملهاش معنى، أو مثلا أي إشي بالنسبة لنا مش مهم يعني، بس أنا غيرته بالسؤال تاعي، راح تلاحظوا إنه صيغة إجابته أو الإجابة تاعيته راح تكون كتير مختلفة من شخص لشخص. ليش؟ بناء على طريقة كيف هو سأل السؤال. فإنه ونس أنت بتعرف تحكي مع تشات جي بي تي، طيب كتير هو راح يفرق معك بالأوتبوت أو الأوتكم تاعه. فكنصيحة برضو كذلك إنه تعلموا كيف تحكوا مع تشات جي بي تي، لأنه جد راح يفرق معكم، سواء بالإنتاجية، بالسرعة، بالكواليتي تاعت الشغل تاعيتكم. ما تخاف من الـ AI، الـ AI مش إشي بخوف، بالعكس الـ AI هو معجزة من معجزات العقل البشري.
إنه كيف الناس قدرت توصل لهذا الإشي. بصراحة هذا الإشي واو، يعني إن جد إنه شو الإنسان اللي كيف قدر يوصل لهذا الإشي. يعني تأقلم مع فكرة وجود الـ AI معنا هي أحسن من الخوف منه. أعرف أنا كيف بدي أستخدم الـ AI تاعي، وأعرف كيف أستخدم الـ AI لصالحي. هي أحسن نصيحة من النصائح، إنه أنا بدل ما أخاف من الـ AI اللي عندي. بالمحصلة إحنا هون عم نحكي عن داتا ساينس، يعني أنتوا ناس الأغلب مهتمة إنها تكون داتا ساينتست أو مهتمة أكتر بفيلد الـ AI. يعني إحنا الناس اللي we will make the AI، يعني إحنا بدنا نصنع الذكاء الاصطناعي، فما في بوينت أن نكون خايفين منه. يعني بما إنه إحنا بدنا نصنع إشي، يعني فإحنا لازم نحبه أكتر ما إنه إحنا نخاف. هاي بس هيك نصيحة حبيت أحكي لكم إياها. آخر إشي بدنا نحكي عن الباث تاع داتا ساينس، تكنيكال سايد شوي أكتر، ما إنه لأنه صار عم نحكي as a soft skills أكتر. هلأ كتكنيكال سايد، هلأ إحنا حكينا بالضبط، أنا بدي بخلص بعد كل هذا الحكي قررت إنه أنا بدي أكون داتا ساينتست، تمام؟ كيف أنا بقدر أكون داتا ساينتست، أو كيف أبلش كتكنيكال من ناحية تكنيكال؟ هلأ هاي الصورة إحنا شايفينها. هلأ مصطلح الداتا إنجينير، لما أنا بدور على بوزيشن شغل بكون اسمي داتا إنجينير، SQL كذا databases وهيك. هلأ في مصطلح اسم داتا إنجينيرينج جوا داتا ساينس، من الستيبس تاعوني داتا ساينس أو من الستيبس اللي أنا بدي أعمل فيها أي project من projects data science. أوكي، في مصطلح اسمه داتا إنجينيرينج. طيب هذا إشي منفصل عن داتا إنجينيرينج كبوزيشن، تمام؟ داتا إنجينيرينج إنه مثلاً أنا عندي داتا، كيف أنظفها، كيف أغير شكلها، كيف يعني من هذه الأشياء. مصطلح مختلف عن هذاك المصطلح، ما بدي تخلطوا بيناتهم. في داتا إنجينير بوزيشن بيكون مسؤول عن داتا بيسز، طيب، وفي مصطلح اسمه داتا إنجينيرينج أنا بقدر أعمل داتا إنجينيرينج على الداتا اللي أنا عندي إياها عشان أعرف أطلع منها الإنفورميشن أو الإنسايت اللي أنا عندي إياها، تمام؟ هلا هاي زي ما نحكي اللايف سايكل تاعت أي بروجكت داتا ساينس. ببلش من الكوليكشن، أنا بدي أجمع الداتا اللي أنا عندي إياها، لازم أنا يكون عندي داتا. الـ AI بدون داتا لا شيء، هاي يعني قاعدة مسلمة. الـ AI بدون داتا لا شيء. أي project AI شفتوه بالدنيا هو based على إنه أنا كان عندي amount معين من الداتا، الناس عرفت تشتغل على هاي الداتا، طلع عندي الـ AI. طيب أنا لازم أجمع هاي الداتا، لازم يكون عندي داتا موجودة عندي. وفي positions بالماركت بتكون بس اسمها داتا كوليكتور، يعني أنا بس بجمع الداتا، بس شخص بجمع الداتا اللي عندي إياها. أوكي، هلأ بعد ما أنا يكون عندي أنا الداتا هاي الموجودة عندي إياها، سواء structured data unstructured data. هلأ مثلاً كيف يعني مثال على structured data؟ الداتا اللي مثلاً بتكون بإكسل فاير، بتكون خلص تيبل جاهز، الجدول الجاهزة موجودة عندي جاهزة. unstructured data الداتا اللي ما بتكون بتيبلز، أنا بدي أعملها بتيبلز. يعني في project مثلاً أنا مرة اشتغلت عليه كان عندنا text فايلات فيهم jobs description text، أنا بدي أخذ هاي التكست اللي أنا عندي إياها وأحولها لجدول إكسل، ماشي؟ فهو أنا ممكن الداتا عندي إياها تكون structure data مرتبة جاهزة، ممكن تكون عندي unstructured data هي مش مرتبة وأنا بدي أرتبها. طيب هلأ بعد ما أنا يصير أنا عندي الداتا، بدي أعمل عدة عمليات على هاي الداتا اللي أنا عندي إياها، cleaning، feature engineering، feature selection. هاي مصطلحات هلا رح أحكي لكم عنها عشان هي technical side of the data science. طيب بعد ما أنا تكون خلاص cleaned وجاهزة عندي، خلصت جزء الداتا engineering اللي أنا موجود عندي إياه، رح أدخل بجزء كيف أنا بالdata analyst. مهمة إنه إحنا صحيح إنه كان أنت as data scientist مطلوب منك إنك تكون data analyst، لأنه أنا بدي أحلل هاي البيانات اللي هي أنا بدي أعمل exploration للداتا اللي أنا عندي إياها، تمام؟ عشان أنا أطلع منها الإنسايت اللي أنا بدي إياهم. هلأ بعد ما أنا أعمل خلص خلصت هاي المرحلة اللي هي وقفت معي هون عند الداتا أناليست، خلصت كل الدراسة اللي أنا عندي إياها، بدي أدخل على مرحلة الموديل بيلدينج، إنه أنا بدي أبني الموديل تاعي وبدي أعمل deployment. هون رح يجي مثلا جزئية إنه أنا هون عم بكون machine learning engineer، تمام؟ وهاد كله، كل هاي المهمات انت as data scientist مطلوب منك انك تعملها، تمام؟ هون كله انت عم بتكون يعني بتكون data scientist. المشين ليرنينج انجينير بيعرف اكتر منك بالمشين ليرنينج اكيد، بس انت as data scientist مطلوب منك انك تكون machine learning engineer شاطر، مطلوب منك انك تكون data analyst شاطر، وداتا انجينير حكينا انه هاي مصطلح مختلف. هلا الباث as a technical side، بدي انا اعطيكم مثال. هدول السكرينز هدول عملت لهم قط من الفاينل ريبورت تاعي، تاع التدريب تاع الجامعة. لأن التدريب تاع الجامعة كان داتا ساينس، تمام؟
فهو حرفيا هذا يعني الباث هذا عن جد يعني يعني أخذت هذا التريننج بعدين اشتغلت بالداتا ساينس، فكان هذا الباث عن جد باث عن جد كتير حلو. لازم نكون نعرف باللينير الجبر اللي هم نفسهم الإحصاء اللي أنا عندي إياها، الإحصاء والاحتمالات. هلأ أنت لما تبلش تشتغل بالداتا ساينس أولا مش راح يكون حاسس إنه في إشي مهم كتير للإحصاء والاحتمالات اللي درستهم قعدت شهرين فيهم، طيب بس بعدين لما تصير أنت بتتعمق أكتر بهذا المجال، يعني كل ما تعمقت أكتر بهذا المجال كل ما صار أكتر مهم الإحصاء والبروب فيهم. طيب فأكيد أنتوا أخذتوا إحصاء وبروب الجامعة، فإنه كان يعني ما تفكروا إنه عبثي، كان يعني كان إشي مهم بالنسبة لكم. واللي ما أخدوا ولسه حاب يتعمق يعني يعرف أكتر عن الداتا ساينس وهيك وحاب يشتغل بالداتا ساينس، لما تأخدوه ركزوا فيهم جد، يعني كتير كتير يعني كتير رح تفرق معك لما تكون أنت داتا ساينتست عندك الماث باك جراوند تعيتك منيحة. بس هذا لا يعني إذا أنت الماث باك جراوند تعيتك مش منيحة أنك مش رح تكون شاطر، تمام؟ فرقوا بين الشغلتين. بايثون أكيد. ليش؟ لأنه هلأ البايثون أكتر لغة يعني أنت أكتر لغة مستخدمة بهذا الفيلد، لأنه هي زي ما بنعرف إحنا البايثون هي open source language، كتير صار عليها deployment من الكوميونيتي من الناس، كتير عملوا packages libraries كذا بتساعد بهذا الفيلد. فتعلم هم أكتر لغتين مشهورات بهذا الفيلد البايثون والأور. البايثون more advanced، يعني أنت لما تكون تعرف بايثون رح تكون شوي أدفانس عن اللي بتعرف آر، لأنه الآر لمرحلة معينة هي بتوقف خلاص ما بتقدر تعمل لك شيء، بس البايثون لا بتظل مستمر بهذا الفيلد. الآر مثلا بيستخدموها أكتر من ناحية لما بدهم يعملوا فيزواليزيشن للداتا، إنهم بدهم يشوفوا الداتا أكتر. بس البايثون يعني هي اللغة يعني تقريبا مستخدمة في كل أنحاء العالم. في الماركت الأردني البايثون هي المستخدم أكتر بكتير من الآر. برا ممكن الآر تكون شوي مطلوبة، بس البايثون يعني خلص once أنت you know Python is good for you، knowing the R is a plus for you just يعني. يعني أنا لحد هلأ ما عمري شفت إنه job description بتطلب عليك معرفتهم الاثنين، يعني هم بالعادة بيطلبوا واحدة وأغلبهم بيكونوا طالبين البايثون يعني. طيب هلأ بعدين شو اللايف سايكل بالضبط تاعت الداتا بروسيسنج؟ أول إشي أنا بدي أعمل داتا بروسيسنج اللي أنا عندي إياها، اللي هم الترانسفيرن الداتا لواي أو فورمات أنا I can use. طيب يعني أنا عندي الداتا بدي أخذ هاي الداتا أعمل لها بروسيسنج. البروسيسنج تاع الداتا بيشمل داتا إنجينيرينج، المصطلح مش الداتا إنجينيرينج البوزيشن، داتا إنجينيرينج أنا بدي أرتب الداتا. اللهم صل على سيدنا محمد. وبيشمل مصطلح الفيتشر سيليكشن، انه انا شو البيانات اللي انا بدي اختارها، شو الفيتشر سيليكشن يعني انا شو البيانات اللي انا بدي اختارها. يعني انا ممكن يكون عندي بيانات كتير طيب، بس انا بدي اختار جزء منهم، فيتشر معينين منهم بدي اختار منهم، وانا باجي على الفيتشر سيليكشن ولها كتير تكنيكس ولها كتير اشياء. الداتا اكسبلوريشن انه انا بدي اكتشف الداتا، اللي هي هاي نفسها الاي دي اي او الاكسبلوريتي داتا اناليسز، اللي هي من جزء من مهمه الداتا اناليست از داتا ساينتست انت بهذا الموضوع. بدي اعمل كليننج للداتا، انظفها ارتبها اشيل الاوتلايرز منها يعني الحالات الشاذه، لانه في شيء مهم لازم تعرفوه انه قاعده معروفه اكيد سمعتوا فيها كتير، garbage in garbage out. هلا انا اذا الداتا تاعيتي يعني انت ولد صغير ماشي، انت خلص دائما تفكروا لما تتعاملوا مع اي موديل بالدنيا حرفيا تتعاملوا معه زي كانه ولد صغير، وحرفيا هيك الاي اي حتى تشات جي بي تي على فكره لما تحكوا معه زي كانه بني ادم وتفصلوا له وهيك مثل يعني اقرب كانك بتحكي مع طفل صغير، رح يعطيك اجوبه رح تتفاجئ منها. انت هلا لما تيجي بدك تعلم طفل معين تمام، اذا علمته صح غالبا الاوتكم بتاعه صح رح يكون، يعني مثلا انت حكيت له واحد زائد واحد يساوي اثنين، تيجي تسأله قديش واحد زائد واحد بحكي لك اثنين خلص تمام تعلم صح. بس مثلا اذا انت اساسا علمته واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، كيف انت متوقع منه انه هو جاوبك صح؟ فانت نوعية الداتا وانت شو بالضبط عم تعلم الموديل تاعك كتير رح يفرق معك. فعشان هيك انت از داتا ساينتست 80% تقريبا من وقتك رايح الداتا، كيف ترتب الداتا، كيف تعملها، كيف كذا، شو تعمل بالداتا بالضبط، هون انت معظم وقتك راح يروح. لانه انت كل ما طلعت الداتا الكواليتي تاعيتها احسن كل ما كان الموديل تاعك احسن. هلا بعد ما يخلص هذا الحكي كله هون الباث تاع هاي الاشياء،
راح تروح تدخل على باث، شو على الباث انك تكون تدخل بالماشين ليرنينج وهيك. هاي برضو اخذتها سكرين من الريبورت تاعي اللي سلمته للجامعه، انه من الاشياء اللي احنا تعلمناها عن الماشين ليرنينج هاي ديفرنت الجوريثم بالماشين ليرنينج، يمكن اغلبكم يعني يمكن في جزء منكم سمع منها فيها. هي الجوريثم كيف يعني الماشين عم تتعلم من الداتا، هي معظمها معادلات رياضيه. الماشين ليرنينج معظمها معادلات رياضيه، يعني مثلا هون لما انا نحكي لينير ريجريشن، وحرفيا باخذ معادله اللينير، المعادله اللينير الخطيه اللي كلنا فاميليار معها، بطبقها على الداتا عشان اطلع المعاملات تاعون اكس تكون مناسبه انه انا اطلع واي. يعني كيف هلا لما احنا نحكي صاد ايكوال، يعني مثلا صاد ايكوال س زائد واحد، ماشي؟ فخلص انا بصير اعرف يعني مثلا كيف هو بتوقع. يعني مثلا انا دخلت له 6، فبقول له اذا انا كانت 6 القيمه اللي عندي قديش راح تكون صاد، فراح يقول لك اذا انت دخلت 6 فهي صاد راح تكون 6 زائد 1. تمام، هو حرفيا هي هيك المشين ليرنينج، بس طبعا على اعقد بكثير من هيك، بس انه هذا مثال بسيط انه كيف هو. فهي على اغلبها بتكون معادلات رياضيه. هاي اسمها الجوريثم معينه بالماشين ليرنينج. فانت هلا اذا بدك يعني تكون داتا ساينتست، الباث اللي انت لازم تمشي عليه، شوفوا في كتير تريننجز، في كتير تريننجز موجودين بالماركت هلا بيساعدوك تكون داتا ساينتست. هلا انا من اللي جربتهم وعن جد كتير بنصح فيهم تدريب تحالف في الامارات. تمام، هذا التريننج يعني سفاح سفاح جدا. شوي اسمحوا لي بس اعمل شير. اوكي، فهلأ من التريننج اللي أنا جربتهم عن جد، يعني تريننج جد كتير سفاح، التدريب تاع تحالف الإمارات. تمام، في التريننج تاعون شاي، اللي هم تاعون شاي بيكونوا هيك بس بيعطوا هايلايت كتير بسيط عن الـ Data Science أو الـ Deep Learning أو كذا، ويعني وبس، ما بيكون يعني ما بتعمقوا كتير بالموضوع. تدريب تحالف الإمارات لا، كتير بفصلوا لكم بالموضوع، بمشوا لكم بالباث من الماث من بايثون، حتى لو أنت ما أوريدي ما بتعرف البروغرامينج ما بتعرف كذا. فإذا مهتمين أنتم بهذا الفيلد، وانس التحالف تفتح البوت كامل الجديد تاع الباتش الثانية، والله كتير مفيد، تسجلوا فيه. بدي أبعت لكم لينكات، ثواني بس، بدي أبعت لكم لينكات لإنترنشيب هم مفتوحين هلأ، ما بيكونوا مفتوحين بالعادة دائما، بس هم بيكونوا بس لطلاب. تمام، بس هم software engineering. تمام، بس لأنه شركتين، أمازون وبيوند ليمت، أوكي؟ فهو كتير مهم إنه صراحة تكونوا عارفينهم. فبدي أبعتهم على الشات هلأ. هاد اللينك لتريننج امازون، انترنشيب امازون. طيب، هم للطلاب، يعني لازم تكون طالب عشان تقدم لهم. هو عشان تنقبل انت بهدول الانترن صراحة شوي صعب، بس فرصة لازم، يعني لازم تقدم عليها على الاقل. وهذا التريننج الثاني تاع بيوند ليمت، حتى لو كان هو تاع سوفت وير، مجرد انه انت بتبلش الكارير تاعك بشركتين مثل هدول الشركات صراحة كتير اشي كبير، واشي راح يوصلك كتير لاماكن بعدين. في تريننج ثانيين، تحالف تريننج بالداتا ساينس والاي اي، شاي بتاعت تريننج، في شركه اسمها كورليشن اون برضه بتاعت تريننج بالداتا ساينس، اورنج بتاعت تريننج بالداتا ساينس، كل شهرين بيفتحوا باتش. فهو انه انت اذا بدك تريننج مع شركه او هيك بتلاقي كتير عادي. انا ممكن اذا بشوف اي شيء مفتوح ممكن اعدي ابعته للينا، تبعت لكم اياه اذا مهتمين بالموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. في كمان انه مثلا هلا كيف البروسس بصير عشان انت تلاند اجوب ان داتا ساينس، انه مثلا انت اخذت تريننج الكورسات العاديه تاعت، انه انت اخذت تدريب داتا ساينس نظري، انه انت بتتعلم شو هو داتا ساينس، بعدين ممكن تاخذ انترنشيب بشركه، طيب، عشان تتعلموا انه كيف يعني تستخدموا الداتا ساينس بالماركت، تتعلموا كيف تطبقوا الداتا ساينس. الينا تفضلي. اوكي، وفي الصبا اعتقد، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا. هلا بدي اسال، انا بالنسبه كطالبه داتا ساينس سنه اولى، مفروض انت داتا ساينس اصلا؟ داتا ساينس بدرس هلا، متى المفروض ابلش ادور على تدريب
أو أبلش أطور من حالي وأخذ دورات علشان بس أخلص ال4 سنين اللي هم الأساسيين بالجامعة، يكون إنه خلص أنا جاهزة لسوق العمل. شوفي هلا أنا عندي سؤال، لما أي حدا بسأل سؤال إنه متى أبلش أخذ دورات، هلا شوفي أنت بما إنك أنت داتا ساينس تمام، يعني أنت أوريدي ماخذة السب بتاعك، يعني ماخذة الفيل بتاعك، يعني أنت مثلا ما رحتي على الجنرال مثلا يعني أز كمبيوتر إنجينير أو كمبيوتر ساينس أو هيك، أنت بتكون بالجنرال بعدين انت بتصير تخصص. هلا انت دايركت دخلتي على التخصص، اوكي. هلا ما بعرف انا كيف الخطه بتاعت الجامعه كيف ما تكون موجوده، بس المفروض انه هم يعني البيسكس اللي احنا حكيناها او الاشياء البيسكس المفروض انتم تنعطى لكم بالداتا ساينس. متى انت تبلشي تاخدي دورات تشتغلي على حالك؟ ما في وقت لهذا الموضوع ابدا، بس ممكن بعد سنه تانية عشان تكوني اكثر فاميليير مع التخصص وكمواد التخصص كتخصصك، ممكن انت تبلشي دورات مع نفسك يعني بالبيسك بالاساسيات عادي، لانه انت اساسا من المحصلة يعني كل ما عرفتي أشياء أكتر كل ما كان الإشي أحسن لك. يعني هلأ إحنا ما بنكون فاميليار كتير مع إنه ناخد انترن بشركات غير لما يجي وقت تدريب الجامعة اللي هو مثلاً بنكون سنة ثالثة أو يعني نكون سنة ثالثة أو رابعة، بس هو عادي أنت حرفياً إنك تاخد انترن مع شركة هو إشي موجود، يعني يعني حتى لو أنت مثلاً كنت بالجامعة وأخذت أكتر من تريننج أو أكتر من انترنشيب هو مش مشكلة. فكجواب على سؤالك إنه متى بدك تبلش تاخد الدورات، هو ما في وقت محدد، عادي أنت بتقدر بأي وقت بدك إياه، بس ممكن انا بشوف انه انسب إشي يعني ممكن بعد سنه تانية عشان انت تكوني شوي فاميليار اكثر مع تخصصك. ايش طبيعه الدورات اللي بدك تاخديها؟ اول هو انت لازم تتدربي مع شركه او كذا. شوفي هو التدريب بالشركه مفيد من ناحيه شوي يعني بكون اكسبيرينس، ومن ناحيه تطبيق عملي يعني بكون انت عم بتطبقي عمليا الإشي اللي انت اخذتيه. اللهم صل على سيدنا محمد. بس هو حرفيا النت مليان 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 كورسات، يعني وين ما تروحي مليان كورسات. انت بس حددي شو السبجكت اللي انت بتحابي تاخدي فيه، بس كورسيرا يوديمي هو بالديب ليرنينج والماشين ليرنينج والداتا ساينس والاي اي بشكل عام اكثر موقع هو مشهور هو كورسيرا لهي الاشياء. في حرفيا عن اي شيء بدك اياه، وببلش يعني بيكون محدد لك انه متى بيكون بيسكس متى كذا هيك. فانت شوفي انت شو حابه تتعلمي هلا، يعني ممكن مثلا تبلشي بيسكس الاي اي، بيسك الفاندمنتالز، اشياء البيسكس حتى لو بلشتي فيهم هلا عادي مش مشكله، مش شيء مهم. بس انه الوقت محدد انت بتقرري متى انت حابه. عادي النت مفتوح بتقدر باي وقت تفتحي على اي شيء بدك اياه تشوفي يعني وتقرري تدرسيه او هيك. وتبلش تدوري على تدريب جوا الشركات نفسهم. ممكن عادي بعد سنة تانية إذا كنت قابل إنك تقدمي، يعني إذا كنت دارسة أشياء منيح وأشياء عارفة البيسكس تاعونهم بحيث إنك تتجاوزي مقابلات الشركة. يعني المقابلات للتدريب بتكون شوي أبسط من المقابلات العادية وهيك. فهو بس أنا بشوف إنه بعد سنة تانية هيك تكون صرت فاميليار أكتر. بس حتى لو أنت بلشتي من هلأ إنك تدرسي أو تاخدي دورات أو هيك توتالي فاين عادي يعني. والدورات على فكرة كتير، يعني دورات كورسيرا مثلا كتير حلوة وممتعة، يعني ما بتحسيها إنها عبء عليك أو إنه هو إشي ملزمة أنت فيه أو كذا، إنه خلص أنت بتكوني متسلية وبتعرفي أكتر بنفس الوقت. فبأي وقت بتحبي وإن شاء الله يعني يعني it's good for you. يعني الناس أنا بحس اللي كانوا data science بالجامعة يعني إن شاء الله منيح بالنسبة لهم. فبحكي كنت بحكي الله يعافيك أنا كنت بحكي إنه يعني حرفيا التريننجز بكل مكان موجودين، سواء أنتوا بتاخذوا تدريب بالشركات موجودة بكل مكان. أي إشي بتشوفوه عادي مش غلط تجربوا قدموا عليه وهيك. I will دائما totally recommend تحالف الإمارات تريننج because إنه هذا التدريب صراحة أنا جربته وبعرف قديش مفيد. اللهم صل على سيدنا محمد. وتدريب بعدين انترن جوا الشركات نفسهم بعد ما تكونوا عملتوا الثيوري بارت تاع الداتا ساينس عندكم، go for it. التدريب بالشركات كتير بفرق معكم لأنه يعني خلص بتصيروا عارفين الإشي كيف عن جد بيشتغل بالماركت، فبصيروا تعرفوا أكثر شو بدكم تدرسوا. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما انتوا تخلصوا البيسكس، يعني انتوا هلا مثلا بتقدروا تروحوا على موقع مثل كورسيرا تحطوا البيسكس فور اي اي او بيسكس فور داتا ساينس، تبلشوا بالبيسك والفاندمنتال تاعهم. بعد ما تمشوا بالبروسيس تاع انكم وصلتوا خلصتوا جزء الماشين ليرنينج الخاص بالداتا ساينس، بتصيروا تنتقلوا للتفرعات الثانيه اللي هم مثلا ال NLP، الكمبيوتر فيجن، الديب ليرنينج. يعني هو هيك الباث، انه انا ببلش بالبيسكس تاعون الداتا ساينس، ماث، بايثون، احصاء، بعديها انا راح اروح على كيف انا بتعامل مع الداتا اللي هي الداتا بروسيسنج، بعد الداتا بروسيسنج بروح على جزء الماشين ليرنينج اللي هو الالجوريثمز تاعون الماشين ليرنينج واي شيء بخص الماشين ليرنينج، بعد الماشين ليرنينج انا راح اروح
على إنه أتجه للديب ليرنينج. بعد الديب ليرنينج بشوف التفرعات سواء NLP أو كمبيوتر فيجن أو أي تفرع تاني ينبثق عن الـ AI. هيك أنا بكون بنيت الباث كامل تاعي، وخلال الباث أنا رح أكون عارف أنا شو بدي، رح أكون خلص أنا الصورة صارت واضحة أنا عن جد شو الفيلد اللي حاب أتخصص فيه أكتر بالداتا ساينس، وبنفس الوقت بكون عارف كل الفيلد التانيين، بحيث إنه أنا أي جوب بيكون عندي أقدر أكون لاندد، إنه أقدر أخذ هذا الجوب عندي. وأي إشي بتعرفه أنت رح يفرق معك، يعني ما في إشي تتعلمه رح يكون عبث، أي إشي تعلمته بوقت رح يكون عندك، رح تستفيد منه بوقت ما. والنت مليان، السلف ستدي هلا حاليا كلياتنا نعرف انه كله يعني سلف ستدي، لانه حرفيا عن جد النت مليان. يوز تشات جي بي تي فور يور، يعني عادي اساله اسئله خليه يساعدك يشرح لك كذا، راح يفيدك كتير باشياء. مع اني بفضل انه تبحث شوي انت بايدك عشان تشوف دوكيومنتيشن، تشوف حكي اكثر، تشوف اشي اكثر وتعرف اشياء اكثر، يعني اكثر من انك انت تاخذ دايركت الطريق المختصره. يعني شوف كورسيرا للكوردا للكورسات اللي انتو حابين تعرفوا عنها اكتر. بس اعتقد اذا حدا عنده اي سؤال او حابة حد يحكي اي اشي عشان هو وقت المحاضرة انتهى. حدا كان جاي يسمع اشي بس ما سمعه او ما حكينا عنه، او عنده فضول اتجاه اشي ما حكينا عنه؟ تفضل هيثم. يعطيك العافية مهندس. الله يعافيك يا أهل. بدي أسألك هسه، في مثلا اي تي كونسلترز مختصين مثلا في الداتا ساينس ممكن يواجهونا خلال مرحلة تعلمنا؟ لأنه أغلب الكونسلترز ما تواصلت معهم السؤال. في اي تي كونسلترز مثلا بالأردن عندنا هون مختصين في الداتا ساينس، لأنه أغلب الكونسلترز بتواصل معهم هم خلفيتهم غالبا بتكون عن السوفت وير أكثر إشي يعني. فمثلا مثلا مجال الداتا، يعني أنت إيش بدك تسألهم؟ بس مجال التدريب يعني أنا بدي أتعلم مثلا، أتعلم مثلا أخذ كورس في الإكسل إكسل أدفانس، بعدي مثلا أروح البايثون، ولا بالأول أتعلم مثلا باور بي آي أشياء زي هيك. هاي الترتيب للتعلم لأنه كل شخص بيختلف مثلا باك جراوند. هلا أنت إذا شخص تاني، إذا أنت أساساً أخذت تريننج مع شركة أو هيك، هم أريد رح يجهزوا لك الباث، تمام؟ بس الباث أساساً تاع الداتا ساينس وين ما تروح هو باث مشترك موجود يعني بكل مكان. فأنت حتى لو أنت بدك تبحث أنت مع نفسك وكتبت الباث تو داتا ساينس، رح تلاقيهم كلهم كاتبين نفس الحكي. يعني مثلاً ما حد رح يجي يبلش لك إنه يحكي لك روح تعلم إكسل، ما حد ببلش هيك. بس مثلاً رح يجي يقول لك إنه تعلم مثلاً ماث أو تعلم رياضيات أو كذا. إذا بدك بكتب أنا الباث اللي إحنا أخذناه بأكتر من التريننج أو التدريب، ببعته لنا، خليها تبعث لكم إياه يعني، عشان إنه يكون موجود بوينتس، يعني موجود كنقاط، وإنت من هدول النقاط أريد رح تعرف إنه دايركت إنه أنت يعني وين رح تروح. وإذا بدك ثمانية أقول لك، هذا اللينك فور ماي لينكدين بروفايل عادي، يعني all في feel feel free يعني to reach me anytime، أو أي سؤال حابين إنكم تسألوه. بس يعني عادي إذا بتحب تسألني أبعث لك بالضبط الباث اللي أنت ممكن تبحث عليه عشان أنت تعرف شو بدك تأخذ كورسات، عادي ببعث إن شاء الله. بس هم بقول لك هو بشكل عام، يعني أنت ما يعني مش كتير رح تحتاج إنك حدا تستشيره أنا إيش لازم أتعلم، لأنه الباث للداتا ساينس كتير واضح، يعني ماث بايثون داتا بروسيسينج ماشين ليرنينج، بعدين ببلش التفرع. الكورسات موجودة على كل مكان، يوتيوب يدمي كورسيرا، كتير في كورسات عن جد سفاحة وكتير يعني قوية. وإذا أخذت أنت تريننج أساسا مع شركة الباث رح يكون جاهز لك. يعني أتمنى إني أكون جاوبت على سؤالك. يعني شكرا لك مهندس. بقول لك يعني عادي بفيل فري يعني to reach me or send me anything. حدا عنده إشي؟ أنا عندي سؤال. تفضل. كم المدة ممكن أتعلم فيها البيسك قبل ما أقدم على تدريب معين؟ قبل ما تقدم حسب انت وحسب قديش بتعطي وقت للإشي. إشي تقريبا يعني شهرين مثلا ممكن.
البيسكس كتير يعني، يعني انت خلص وانس عملت اول اند تو اند بروجكت لإلك، اول اند تو اند يعني بروجكت تبلش من اول مرحله ماشي لاخر مرحله يعني بلشت فيهم، انت يعني رح تقدر انك تاخذ تدريب. هلا اساسا بس التدريبات النظريه، التدريبات النظريه ما مش بحاجه انك تكون بيسكس، يعني اذا بدك تقدم لتدريب مثلا تحالف او اورنج او اي تدريب بيت تدريب نظري، انت مش بحاجه تحط يكون عندك البيسكس لانهم خلص هم رح يبنوا لك الباث تلقائيا مع نفسهم. بس انت اذا بدك تقدم على انترن لشركه، هلا الانترنز بالشركات التطبيق العملي لا، لازم تكون انت عندك باك جراوند، وباك جراوند قويه يعني، لانه بمعظم الشركات الانترنز شبهي بتكون اساسا زي كانك عم تشتغل داتا ساينس. فعشان تكون انت قابل تعمل هذا الاشي بدك انك تكون عامل على الاقل، على الاقل 1 انتو اند بروجكت، يعني بروجكت من اول مرحله لاخر مرحله. هلا متى انت بتقدر تعمل هذا الاشي؟ يعني كانش تقريبا انا صراحه بشوف شهرين هيك اشي، اذا انت مثلا ما كنت عارف الاشي بدك تبلش من البيسكس تاعونه، شهرين اذا عن جد كنت اعطيت الاشي حقه يعني وكفايته وهيك، راح يكون انف انه فور يو. بس هو عشان انت اساسا تلاقي تدريب بدك وقت انت تدور يعني اساسا، لانه مش كتير راح تلاقي بسهوله يعني. فشهرين 3 أشهر رح يكون مناح البيسكس، don't worry about it يعني. بس هو خلص once إنه أنت you build your first project things will be, will get easier to you، رح تعرف أكتر أنت شو حاب شو بدك يعني. جاوبتك؟ حدا عنده إشي تاني؟ يعطيك العافية مهندسة. الله يعافيك، أهلا. صراحة الميتنج رائع وكتير فيه معلومات. أي شخص عنده سؤال هلا يرفع إيده أو يبعته على الشات. بالنسبة للميتنج كامل رح ينزل تسجيله، فما تخافوا، أي حدا كان عنده مشكلة ما حضره كامل رح ينزل. حساب المهندسة برضو على لينكدين رح نعمل مع الجروبات، وأي مصدر هي بتبعته أو أي إشي لدراسة الداتا ساينس حنبعته، فبرضو ما تقلقوا. ويعطيك ألف عافية مهندسة. الله يعافيك يا لينا، يا أهلا أهلا. الحد اللي رفع ايده، يعطيك العافية مهندسة. الله يعافيك اهلا. احكي لك انه يسلم ايديك على السيشن رهيبة، استفدنا منها كثير، وان شاء الله يعني ضلكم تعملون السيشن زي هيك. الله يعطيك العافية. اهلا وسهلا، الله يعافيك. وصراحة هو good for you انه انتم عن جد يعني احنا صايمين اول اشي وانتم موجودين وعم تحضروا سيشن زي هذا، جد يعني هذا يعني شوف الشخص مدام هو مهتم صدقني انه الحياة رح تكون fair enough بيو يعني. فشكرا لكم انتم كمان قبل ما يكون الشكر الي يعني. تفضل يمان، تفضلي. يا يعطيك العافيه على المحاضره، كنت بس بدي اسالك. الله يعافيك، اهلا. قولي. كنت بدي اسالك هسه بالنسبه للتقدم بالديتا ساينس، غير انه مثلا خلينا نقول ماشين ليرنينج او غيره، هل ممكن اكون زي نقول زي السينير او مدرب لغيري؟ طبعا عادي. لا انه قصدي مثل لا يعني ايش دي يمنعك؟ لا انا فاهم، بس انه هل في فرصه كبيره مثلا السوفت وير انجينيرنج هسه بتقدر انك تكوني تكملي مثلا بالتكنيك التكنيكال، او انك تروحي مثلا تكوني مدربه؟ هن تقريبا بيختلفين عن بعض، فهل نفس الفكره موجوده بالديتا ساينس؟ عادي بتقدر تكون كوتش اني تايم يو. ايوه يعني بتقدر انك تكون علم هذا الشيء، خصوصا أيوة. احنا هلا بقول لك يعني احنا ده هو يعني بتشوف هلا مثلا انت هلا بلشت تتعلم داتا ساينس تمام، مثلا بعد سنتين صرت عن جد بتعرف كتير بالداتا ساينس، بدك تدخل لتدريب انك تصير تعلم انت تدرب الناس الداتا ساينس، صدقني انك رح تلاقي كتير فرص اوبورتونيتي. وحتى لو ما لقيت فرص عند حدا بتقدر انت تو ميك يور، انت تقدر تعمل هذه الفرصه لك يعني، بتقدر انت مثلا تعمل الكورس الخاص فيك، صدقني انك رح تلاقي اقبال كتير عليه، لانه الايفالويشن اللي رح يصير او التطور اللي رح يصير بهذا الفيلد رح يكون كتير كبير، لدرجه انه حتى وهلا مع انه هلا موجود، بس حتى لو انا هلا ما عندي الكورسات او ما عندي المدربين الكفايه للداتا ساينس كمان شوي رح يصير عندك. فاذا انت حاب تتجه انك تصير ككوتش از داتا ساينتست، تراست مي ات ويل بي ايزي يعني رح تلاقي فرص، حتى لو ما لقيتها رح تعرف تصنع فرصتك الخاصه فيك مثل زي كانك سوفت وير يعني، ما رح تفرق من هاي الناحيه. ايوه فهمت عليك. في عندي السؤال الثاني هسه، بالنسبه للاردن رينج الرواتب قديش خصيصا بالنسبه للجينيور؟ وكيف رينج الرواتب للجونيور بشكل عام بالأردن؟ شوف بترجع بتصفي حسب الشركة يعني، بتصفي حسب الشركة حسب الإكسبيرينس تاعيتك يعني. هلأ ما هو مش جونيور عن جونيور بيفرقوا يعني،
بس الرينج بشكل عام للجونيورز نفس تقريبا نفس الرينج تاع السوفت وير انجينيرينج، من 400 ل 600 دينار هيك شيء. وكسينيور قديش؟ اذا عندك علم يعني. لا السينيور، شوف السينيور كتير راح يفرق. تمام، السينيور حتى السوفت وير انجينيرينج من مكان لمكان يفرق. يعني مثلا في سينيورز باخذ مثلا 3، في سينيورز باخذوا 4000، في ناس باخذوا 5، في شركات بالاردن توصل 7000. نفس الشيء للداتا ساينتست يعني. وهو هيك حتى كسينيور هيك كل هاي الارقام اللي حكيتها ارقام اردنيه، يعني انه الشركات عندنا بالاردن. واساسا هلا حاليا هلا لو انت بدك تشتغل ريموتلي مع شركه تانية برا الاردن يو كان دو ات ايزلي، يعني عادي بتقدر انك انت مثلا تلاقي فرصه مع شركه تانية برا الاردن تشتغل ريموتلي، وتبطل محصور فقط كشركات الاردن بالارقام الموجوده عندنا بالماركت. بس كرينج كجونيور سواء سوفت وير او داتا ساينتست، الرينج ببلش من 400 ل 600 دينار. في شركات اعلى كجونيور اكيد طبعا، في اعلى يعني، في جونيورز بوصلوا 1200 مثلا عادي، اعتبر مثلا تعطي 1200 للجونيورز. بس سوفت وير مش ما في عندهم داتا ساينتست هلا. بس انه الرينج 400 600، سينيورز بصير من 3000 اطلع، يعني ممكن توصل 7000. ايوه فهمت عليك، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا احمد. عفوا قولي لي، عندي فضول صراحة، هلا أنت إيش درسي بالضبط؟ أنا هندسة حاسوب بالتكنيك. هندسة حاسوب، وإيش علاقتك بالداتا ساينس بالضبط برضه؟ حبيت الفيلد ودخلته، يعني سيلف ليرنينج زي ما تحكي. أخذت أول إشي انترن، أول إشي بلشت انترن مع شاي تمام شهر هيك، بعدين بلشت التريننج تاعته حاله. كان حرفياً بوت كامب، ضلينا 8 أشهر وإحنا ندرس بالداتا ساينس، فزي ما تحكي وصلنا مرحلة كتير حلوة فيها. عشان هيك أنا لما أحكي عن التدريب تحالف بكون عن جد عم بحكي عن تجربة، عن جد لإني حاب الناس تدخل فيه، لإنه جد هو كان عن جد شيء مفيد. وبعديها اشتغلت في شركة بالداتا ساينس برضه، خلصت شغلي يعني هيك قبل الأسبوع الماضي. فزي ما تحكي علاقتي بالداتا ساينس هو سيلف ليرنينج. ليش دخلت الداتا ساينس؟ لأنه مهتم كتير بفيلد الـ AI. ما بعرف إذا عمركم مر عليكم، بس عملنا روبوت، سمارت روبوت. يعني أنا الفكرة تعيتي إنه أنا داتا ساينتست أو مش أو إيه، يعني عم بدرس عشان أصير AI إنجينير أكتر ما إني أكون بس داتا ساينتست، وأنا أساساً كمبيوتر إنجينير. فالهدف تاعي اني حاب انتقل اكثر للروبوتكس او السمارت روبوتكس. فبلشنا عملنا سمارت روبوت اللي هو نوفا ذا سمارت روبوت، سمارت كمبيوتر فيجن، بيقدر يشوف الاشياء ويميزها ويروح على الاشياء وهيك. نوفا قصه طويله يعني، بس انه علاقتي بالداتا ساينس اني انا كثير بحب هذا الفيلد وكثير حاب اني اتعمق فيه اكثر، وحاب انه ادمج الفيلدين مع بعض، عارفه فيلد هندسه الحاسوب فيلد الذكاء الاصطناعي، عشان يعني تو جو فوردر وذ ذس يعني. اوكي لانه حنجاوبك على السؤال. اوكي تخرجت من التكنو داتا ساينس، فهمت انه هذه اول سنه. لا هندسه حاسوب. لا تمام، يعطيك العافيه. الداتا ساينس اساسا قبل 4 سنين، اول دفعه داتا ساينس بالاردن كانت بسميه فتحت قبل 4 سنين، يعني هلا هم راح يتخرجوا، يعني لها 4 سنين كجامعه، والجامعه التكنو فتحت جديد يعني هاي السنه انتوا اعتقد. فهو مش مكان، ما كان موجود التخصص بالجامعات قبل اصلا، فهو جديد انوجد يعني. فاي حدا بيعرف بالداتا ساينس هلا يعني بتلاقيه ما كان درس جامعه بيكون عارف انه سيلف ستدي يعني مع نفسه كان. تمام. بدي اسالك. تفضل. صاحب تدريبات شاي؟ شوف انا جربت الفري وان، البيد ما بعرف. هلا عشان انت تدخل تدريب شهادة تعرف انه هو ما بيعطيك التعمق اللي انت بتبحث عنه، هو بس هيك هو التدريب بيعطيك الهايلايتس اكتر، انه مواضيع عناوين مصادر كذا، فهو a good start. طيب بس انه انت بدك تكون انه انت اللي تشتغل على حالك، يعني ما حد راح يعطيك معلومه جاهزه، يعني هم بيعطوك المصادر وهيك. فانه اذا انت بدك تاخذ تدريب شاي عشان تعرف كيف تبلش الباث تاعك، راح يكون كتير مفيد بالنسبه لك، بس انه ما تستنى منه تعمق. حتى هو بيحكي لك هذا الاشي اول ما تبلش فيه يعني. فحسب انت شو هدفك من التدريب، اذا بس للمعرفه وهيك وتبلش الباث تاعك راح يكون مفيد بالنسبه لك، بس تعمق لا ما راح يفيدك. انت بتحكي عن المدفوع ولا العادي؟ العادي ما
مدفوع ما جربت صراحة، ما بعرف، بس أكيد على الأغلب المدفوع رح يكون كتير أحسن يعني. أنا صراحة أشوف إنه ما في يعني ما في داعي تدفع الكورسات، هو مليان كورسات فري يعني. هاي رأيي الشخصي الموضوع. شكرا لك. حدا عندك شيء؟ أنا شخص أنا عندي سؤال. نعم؟ أنا عندي سؤال. أه تفضلي، سلامتك. يعطيك ألف عافية على كل إشي، وخاصة على السلف ستادي اللي عملتيها، لأنه صراحة إن الواحد يقعد وينمي من حاله إشي كتير بجنن و inspiring لأذرز، فبحب أشكرك على هذا الإشي. سؤال هو، عندي كلام عن الماستر ديجري تاعت الداتا ساينس، ومين بيقدر يدرسها؟ أي تخصص IT والماث؟ طيب مثلا هلا في التخصصات مثلا هندسة عمارة أو تصميم وتواصل بصري بالجامعة، عندك علم إذا بيقدروا يدوشوا داتا ساينس؟ والله ما بعرف إذا التخصصات الجامعة هيك، بس أنت بتقدري إذا داتا ساينس هي موجودة بالتكنا، أنت تكنا إذا تكنا، إذا بتسأل عن الداتا ساينس بالتكنا بتقدر تفوتي على موقع الجامعة نفسه تاع الماستر، بيكون كل تخصص ماستر موجود معه إيش التخصصات اللي بيقدروا يدرسوه. بس انه انا عندي علم انه اذا العماره بتقدر تدرس داتا ساينس والله ما بعرف، بس انه هو الاكيد التخصصات الاي تي والماث هدول اكيد بدرسوا داتا ساينس ماستر بالتكنو. فانت بس تقدر تدخل على موقع الجامعه وتشوف الماستر ديجريز تاعونهم وتشوفي ايش التخصصات اللي بقدر يدرسوهم. اوكي تمام، سلمي ايديك. اهلا. هذا عنده سؤال ايش؟ طبعا شكرا لكم اللي هلا، يعني شو الشكر لكم صراحه قبل ما يكون الي، يعني يعطيكم الف عافيه. وانا متاكد انه شوف اي انسان يعني بيشتغل على حاله او انه بده يصير او كذا غالبا انه هو رح يصير، فكيب ات اب، كيب ثينجز اب، وانا عن جد كثير